طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا ليا شرف النهاردة إن شاء الله إن أنا أستكمل معاكم بقية الكورس بعد دكتور هشام. طبعا مهمة صعبة عليا يعني بعد دكتور هشام، يعني أنا أكمل معاكم، بس يعني إيه، أحاول على قد ما أقدر إن أنا إن شاء الله يكون يعني استكمال للجزء اللي خدناه مع دكتور هشام بشكل أو آخر، ويكون فيه فايدة ليكم بإذن الله. طيب، إحنا الجزء بتاعنا يمكن هيبقى يعني دكتور هشام بنى حاجات معاكم مهمة، اللي هي إزاي تستخدموا الإلكترونيكس عموما، زي الدايودز، زي الترانزستور، البي جي تي، زي الموسفيت، الابليكيشنز بتاعتهم بشكل او اخر. احنا هنحاول نستفاد من الكلام ده ونبني عليه. يعني ايه نبني عليه؟ يعني السيستم بتاعتنا هتبقى يعني ايه، مور يعني مور دنس شوية، من ناحية ان هي تبقى فيها كومبوننتس اكبر، لكن هيبقى فيها فايدة ان هي مور ابستراكتيف، يعني بمعنى ما فيهاش تفاصيل كتير برضو زي الجزء بتاع البي جي تي والموسفيت. يعني احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الاوبريشنال امبليفايرز، يعني ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده او المحاضره دي والمحاضره الجايه باذن الله. هنعرف فيها ان شاء الله ايه هي البروبرتيز المختلفه بتاعت الامبليفاير، تمام. وهنتعلم برضو الدنيا السيركس بتاعتنا، ايه السيركس بتاعت الاوب امب عموما. انا عارف انتوا خدتوا شويه اوبريشن امبليفاير او اوب امبس مع دكتور صبح، احنا هنحاول نبني على الكلام ده، بس يعني ايه، هيبقى مور ديب شويه، يعني بحيث ان احنا نبيلد الباك جراوند لازم. يعني برضه هنتكلم على الجزء النون لينير، واعتقد ده يمكن ما تعرضتوش ليه بشكل واضح مع دكتور صبح، وهنقف عند كده النهارده. وبعد كده المره الجايه هنتكلم على الاوب امب نون ايدياليتيز، ايه الحاجات اللي هي يعني بتبقى موجوده لكن ما بتبقاش بنتعامل معاها بالشكل الايدي اللي احنا كنا بنقول عليه. يعني هل في حد ليه سؤال او ليه اي كومنتس اثناء ما احنا شغالين في المحاضره نخلي بالنا منها؟ معلش يا دكتور، بس انا كنت لسه داخل، بس كان عندي سؤال. يعني هل المنهج الباقي ده ليه علاقة باللي فات وكده؟ يعني ليه علاقة باللي فات من ناحية ان هو الكترونيكس برضو، تمام. بستخدم بعض، ممكن استخدم بعض الكونسبت اللي كانت موجودة قبل كده، لكن يعني مش عايز اقول ان هو منفصل، لا، يعني بيستكمل بس مختلف، يعني مش بيبني عليه تماما. يعني في حاجات بنستخدمها طبعا، يعني بس يعني مش بالشكل، يعني مش بالشكل المباشر. يعني تمام. حد ليه سؤال تاني؟ طيب، واحنا الشغل بتاعنا هنتكلم فيه مينلي في الجزء ده، في عندنا كتاب اساسي اللي هو كتاب بتاع رزافي، اللي هو Fundamental of Microelectronics، اللي هو شابتر 8. وانا عملت له وحطيته على يعني الشابتر ده حطه على على التيم. هو احنا عندنا عادة بنعمل ايه، بنحط الانفورميشن بتاعتنا على التيم قبل المحاضرة، تمام. بعد المحاضرة عشان لو في اي تغيير او اي حاجة هنحطه على ال ام اس، تمام، كسلايدز يعني. وفي نفس الوقت بالنسبة للفيديو هنستخدم تيم يعني دلوقتي كفيديو نسجل عليه المحاضرة يعني. اوكي، تمام. طيب، احنا عايزين قبل ما نخش بس في التفاصيل، عايزين نعرف ليه احنا نتكلم عن حاجة اسمها Operation Amplifier كده بشكل أو آخر. زي ما انتوا شايفين، أو زي ما شفتوا الدايرة اللي على اليمين دي، كانت دايرة شبه الدوائر اللي انتوا خدتوها مع الدكتور هشام. هو عبارة عن ايه؟ بي جي تي امبليفاير،
زي ما يكون ممكن، بس هو المختلف شوية ان هو بدل وان ستيج تو ستيجز. نلاحظ ان احنا ايه عدد الكومبوننتس هنا كل شوية، كل ما انا عايز احط دوائر اكتر هلاقي ان ايه الكومبوننتس بتاعتي تكتر، بدل ما يبقى عندي سنجل دي سي اوبريتنج بوينت انا بظبطها ممكن يبقى فيه كذا دي سي اوبريتنج بوينت، هنلاقي ان الديزاين بتاع الكومبوننتس بقى كومبليكيتد، يعني ما اقدرش ابني بشكل سهل كده وسلس ايه دوائر معقدة فيها كذا ترانزستور بشكل او اخر، لان ده هتتبعه ان انت محتاج تعمل ديزاين للاوبريتنج بوينتس، ديزاين الكومبوننتس بتاعتك، الكومبوننتس يمكن يبقى فيها تولرانسز، كل الحاجات دي كلها ممكن ايه تليمت اليوزابيليتي بتاعت الانفورميشن او النولج بتاعت الالكترونكس في الديلي لايف بتاعتنا. لكن لاكلي زي ما انتم شفتوا قبل كده ان بدأ يطلع حاجه اسمها انتجريتد سيركت، ده يمكن دي صوره اول انتجريتد سيركت طلعت، عباره عن ترانزستور على حبه ريزستورز، يعني ان هي هدفها ان احنا نعمل ايه سيركتس جاهزه بحيث ان احنا نقدر ايه نتعامل معاها كانها كومبوننت، زي ما كنا بنتعامل مع ترانزستور ككومبوننت وبقيه الحاجات كومبوننت، لا نتعامل مع الانتجريتد سيركت دي اللي هي فيها كذا ديفايس، ممكن يكون بعضها لينير زي ريزيستورز وكاباسيتنس، بعضها نون لينير زي ترانزستورز، as a single ايه as a single component او a single element ان انا اتعامل معاه. طبعا حاجه زي كده دي بتفتح افاق كتير قوي، بتفتح افاق ان السيستم بتاعنا يبقى كومبلكس، يبقى يؤدي فانكشناليتيز كتيره ما كانتش موجوده قبل كده، كل الحاجات دي بتخلينا ان احنا ايه نبقى more advanced ونبني hierarchically على النولج بتاعتنا بشكل او اخر. يعني كاكزامبل على الكلام ده، يمكن دايركت اكزامبل لو احنا بنتكلمنا على حاجه اسمها الاوبريشن امبليفاير. الاوبريشن امبليفاير كهيستوريكالي دي ده المفروض ده ظهر في بدايه الاربعينات، تمام، ده كان بيز على فاكيوم تيوبس، كان هدفه ان احنا نعمل حاجه اسمها انالوج كمبيوتر. انالوج كمبيوتر ده يعني كان محاوله ان احنا نعمل الكمبيوتيشن بشكل اوتوميتد شويه، هدفه ان هو كان بيعمل حاجه اسمها ممكن يعني يحول الديفرنشال ايكويشن عن طريق انتجريتورز وديفرنشيتورز، يعمل بيها الديفرنشال ايكويشن. ف كان بيستخدم الاوب امب ده كانه بيعمل اوبريشن، يعني كل اوب امب بيعمل اوبريشن بحد ذاته، فعشان كده سميناه ايه اوبريشن امبليفاير، يعني كل دايره من دول كانت بتعمل اوبريشن فسميناها اوبريشن امبليفاير. وبعد كده لما بدات تظهر الانتجريتد سيركتس وبدأ الترانزستور طبعا ظهر الاول، بدأ ان احنا نستخدم الايه ترانزستور ان احنا نعمل بيه الدوائر دي، وبعد كده كانت من اوائل الدوائر اللي احنا حولناها من ان هي ديسكريت كومبوننتس زي ما كنا شايفين من شويه للانتجريتد كومبوننتس. يعني اتيبيكال اكزامبل لو احنا لاحظين كده ادي 741 وان اوف ذا نون اوبريشن امبليفاير، يعني فيري بوبولار تشيب كاوبريشن امبليفاير، هنلاقي ان فيها زي ما انتم شايفين كده الترانزستور فيها قرب الايه قرب ال 20 ترانزستور، تمام. كل الكلام ده انتجريتد ان سنجل شيب انتجريتد وباكج بشكل شيب زي كده، مثلا دي شيب احد الباكجز اللي ممكن نحط فيها 741، الشيب دي اسمها دي اي بي اللي هي دول انلاين باكج. بعد ما عملنا ترانزستور حطيناها فيها هتلاقي ان هي ليها 8 رجول، ال 8 ليدز دي ده البن اوت لو انتوا فاكرين، لو هنا في نقطه هنا هي دي النقطه دي، وبعد كده بتبتدي تعد البنز 1 2 3 4 5 6 7 8 سيريال كده ورا بعض، يعني دي البن 1 2 3 4 وبعد كده هنا 5 6 7 8 اوكي. طبعا انا ليه بقول الكلام ده، ان انتوا احتمال كبير تحتاجوا ان انتوا تتعاملوا معاها في اللابس، فعشان كده ايه بقى هايلايت النقطة دي. كنا بقول ايه فده تيبيكال تشيب بتاعتنا اللي عملنا بيها اوبريشن امبليفاير، والاوبريشن امبليفاير ده بقى يوزابل بشكل كبير جدا. يوزابل في ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفترة القادمة دي. طبعا يعني some information على الـ operation amplifier، هنلاقي ان الرمز بتاعه هو الرمز ده اللي هو ايه رمز زي السهم كده في بلس ماينس، هتلاقي في تو في terminals
اللي هي سبلاي، اللي هي نيجاتيف سبلاي والبوزيتيف سبلاي بتاعنا، هنلاقي في عندنا تو تيرمينالز، حاجة اسمها انفرتنج ونون انفرتنج، في بعد كده جراوند، في الاوتبوت طبعا، وفي تو تيرمينالز دول هنتكلم عليهم بعدين بقى في الاخر يمكن المحاضرة الجاية ولا حاجة، اللي هي الرجل دي والرجل دي. اوكي، في اي سؤال لغاية دلوقتي؟ طيب عشان نشوف الكلام ده، تعالى نبص على السيمبل بتاعنا. السيمبل بتاعنا هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هو عبارة عن زي مثلث، الاوتبوت بتاعه فراس المثلث، وفي عندي تو تيرمينالز، دي زي ما احنا قلنا دي اسمها نون انفرتنج، ودي انفرتنج تيرمينال. ومعلش هو عندي الشاشة طيب يعني الحتة دي مش عايز تكتب فيها. اوكي طيب، برضو شكل لو احنا بصينا على الدايرة اللي كانت موجودة قبل كده، لو احنا عايزين نشوف هنلاقي هو الترمز دي واحد، ودي اتنين، ودي الاوتبوت تلاتة، والسبلاي عند اربعة وخمسة. اوكي كترمينال ممكن نبص عليها كموديل للاوب امب از هول، يعني هو عبارة عن ادي الانبوت الاولاني اللي هو النون انفرتنج، وده الانبوت اللي هو الانفرتنج، وعندنا جين اسمه اي نوت اللي هو بنسميه اوبن لوب جين. الاسم ده لازم نعرفه عشان هنستخدمه بعد كده. اوكي وادي الاوتبوت بتاعي، الاوتبوت بتاعي هو النقطة دي. اوكي كده موديل ليه. طبعا هو ببساطة هو بيامبليفاي الديفرنس ما بين التو تيرمينالز اللي هي الانفرتنج والنون انفرتنج، يعني ان الفي اوت بتاعتي عبارة عن اي نوت في في ان 1 ماينس في ان 2. هل في مشكلة في الكلام ده؟ طيب الكلام ده لو عايزين نشوفه كعلاقة في انبوت بفي اوت، هنلاقي ان العلاقة بتاعتنا لو احنا مثلا على سبيل المثال حطينا في ان 1 بالشكل ده على الوصف تيرمينال، وحطينا جراوند على التيرمينال نيجاتيف. في حد عايز يسأل سؤال ولا حاجة ولا ايه؟ طيب ده الفي اوت، يا ريت لو حد عنده مشكلة في الصوت ولا حاجة يبقى يخليه ميوت لغاية ما يبقى عايز يسأل يعمل ان ميوت يعني. طيب الفي اوت مع الفي انبوت هنلاقي العلاقة بالشكل ده، تمام، والاسلوب بتاعنا هو الجين اللي هو الاي نوت. طبعا لو احنا دخلنا الانبوت على الانفرتنج تيرمينال هيبقى العلاقة برضو بالشكل ده، بس ايه الاسلوب بتاعها بالنيجاتيف. اوكي هل في حد ليه عنده سؤال في الحتة دي؟ طبعا العلاقة ممكن تكون بس بالشكل ده misleading شوية. ليه الكلام ده؟ تعال نبص على حاجة زي اللي احنا عندنا. احنا عندنا لازم نفهم ان احنا عندنا supply VCC و VE supply بتوعي. طيب لو احنا قلنا مثلا بالمنطق اللي احنا قلناه، هنحط هنا ده، هنحط input على ال V input ده خلاص، وهنا نحط ground، هنرسم العلاقة. فالعلاقة لو احنا رسمناها انه ده V input ده V output، تمام. العلاقة مثلا احنا قلنا ان هي ايه، ادي العلاقة مثلا ايه، ادي كده. اوكي ده بيقول لي ان احنا العلاقة لينير. طيب
تعالى نتخيل ان ندي ارقام مثلا كده، تخيل نقول ان اي نوت بتاعتنا كانت بايه، ب100، يعني اي نوت كانت ب100. اوكي طيب، لو انا دخلت حاجه زي مثلا ايه، نقول او خليها 1000 مثلا، اي نوت ب1000، لو انا مدخل حاجه زي 1 ملي فولت، نقول 1 ملي فولت، اخش هنا الاقي ان هنا دي تديني كام، تديني تقريبا 1 ملي في 1000 يديني 1 فولت. طيب لو دخلت 10 ملي فولت يطلع لي كام؟ لو احنا فرضين ان هي برضو اي نوت، تطلع لي المفروض كام؟ 10 فولت. طب لو ما دخلت 20 ملي فولت هتطلع لي كام؟ يا شباب 20 فولت 20 فولت، طلعت دخلت 30 ملي فولت.30 فولت الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ هو المفروض هتيجي عند لحظة ويحصل لها ساتوريشن مش هيعرف يكبر أكتر منها. الله ينور عليك. طيب اللحظة دي نعرفها ازاي؟ لو نكبر الفولت لغاية ما يبقى ما يقف. لا ما انا فاهم، يعني دي هنشوفها، بس انا قصدي هتشوفها كده، بس انا قصدي نتوقعها ازاي. لحد ما يوصل للـ VCC. بالظبط، يعني انا عندي مثلا الـ VCC بتاعتي ب10 والـ VE مثلا ب-10. اوكي يبقى انا اتوقع ان اقصى فولت اقدر اجيبه هيبقى قريب من الـ10 والـ-10، يعني لو انا دخلت له 20 ملي فولت هيطلع لي، دخل لي هيخرج لي كام؟ 10 لو الفي سي سي ب10. بالظبط تمام. يعني الموضوع ده في الحقيقة لو انا برسم الجين هتلاقي ان الجين بتاعي في الحقيقة بيبقى ايه، بيبقى كابد بالشكل ده، وفي الناحية التانية برضو كابد يعني، بس يمكن الماوس. اوكي بمعنى ان بيبقى فيه نوع من انواع الساتوريشن، وتفر الانبوت اللي هيخش بعد كده الاوتبوت هيبقى يعني الاوتبوت بتاعي هيبقى كابد عند الفاليو قرب جدا من الفي سي سي من ناحيه البوزيتيف، ومن قرب من الفي اي من ناحيه النيجاتيف. اوكي طبعا قبل النقطه دي ممكن نمر بمرحله ان يبقى فيه زي ايه، يتحول مثلا بدل ما هو سلوب بتاعي كله كده، معرفش ممكن نغير في اللون، يعني بدل ما يبقى اسلوب بتاعي كده ممكن يبقى يمشي كده في الاول، وبعد كده ايه يعمل حاجه زي كده، وبعد كده ايه يقف كده تمام. فايه ممكن يبقى فيه عنده تو ترانزيشنز. طبعا لو انا بدخل سيجنال واحده مش هتبقى مشكله، يعني بدخل دي سي، لكن لو بدخل سيجنال مثلا ساينوسويدال مثلا ولا حاجه، ممكن يبقى فيه مشكله، يعني في ديستورشن عندي، بدل ما كان ديستورشن الاوتبوت زي الانبوت بضربه في حاجه يطلع لي اوتبوت، لا الحاجه دي هتختلف على حسب الامبليتيود، فيبتدي السيجنال بتاعتي يحصل لها ديستورشن بشكل او اخر. فلو انا عايز مثلا اشتغل في اللينير ريجون لازم اشتغل في الايه، في المنطقه مثلا ايه لغايه هنا. واضح الحته دي ولا لا؟ طيب عشان نبني الكلام ده تعال نعمل حاجه تسهل لنا الاناليسيس شويه، الدوائر بتاعتنا، وبعد كده نبتدي نشوف الايه ما يسمى بالايه البراكتيكال كيس او الريال كيس او الافكتس بتاعت الحاجات الاساسيه. فعشان كده بنعرف حاجه اسمها الايديال اوب امب. الايديال اوب امب زي ما كنا برضو بناخد دايود، بناخد حاجه اسمها الايه الايديال دايود تمام. في حاجه اسمها الايديال اوب امب. الايديال اوب امب بيتميز باربع حاجات اساسيه خلاص. اول حاجه ان الان فاينايت جين، يعني الاي نوت دي بتاعتي اللي هي الاي نوت تمام، نرجع تاني للقلم الاحمر، ان الاي نوت تقريبا بتساوي انفينيتي. اوكي يعني الجين بتاعي كبير قوي. الحاجه الثانيه ان فاينايت انبوت امبيدنس، اللي هي الانبوت امبيدنس بتاعت الزد انبوت تقريبا بتساوي ما لا نهايه. الاوتبوت امبيدنس زد اوتبوت تقريبا بتساوي صفر. والباند ويدث بتاعنا المقصود بيها ايه، يعني الجين ده هل بيختلف مع اختلاف الانبوت فريكوانسي ولا لا. يعني لو انا دخلت سيجنال 100 هرتز على الاوبريشن امبليفاير
هل هتفرق لما ادخل له مثلا 1 كيلو او 1 ميجا هرتز؟ هتلاقي احنا بنفترض ان الريسبونس مش هيتغير، فده ده الايه الابروكسيميشن بتاع الايديال اوب امب. اوكي، طبعا ده الابروكسيميشن ده ممكن يبقى في مش حقيقي، لكن احنا بنبتدي بيه بالاناليسز، وبعد كده هنشوف المرة دي واحنا شغالين الافكت بتاع الفاينايت جين هيبقى عامل ازاي معايا. وبعد كده في المحاضرة القادمة يعني هنتكلم على بقية الحاجات التانية ونشوف الافكت بتاعتها هتبقى عاملة ازاي عليها. طيب تعال نشوف دايرة تيبيكال سيركت بالشكل ده. السيركت دي تتميز بحاجة كده ايه مختلفة عن اللي قبل كده. الدوائر اللي قبل كده كان دايما العلاقة ما بين الاوتبوت والانبوت علاقة دايركت، يعني ايه مفيش حاجة بتاخد من الاوتبوت ترجع على الانبوت، حاجة تاخد من الاوتبوت ترجع على الانبوت ليها اسم كده، حاجة اسمها الفيدباك. فيدباك، الفيدباك ده لو احنا لاحظين ان الريزستور اللي هي R2 دي عملت فيدباك، يعني ايه خدت من الاوتبوت اللي هي الرجل بتاعت الاوتبوت دي جابتها على الانبوت. اوكي، ده هنلاقي ان هو بيأثر تأثيرات معينة عليا بشكل او اخر، محتاجين ندرسها ونشوف تأثيرها يعني. طيب زي ما احنا كنا حاطين من شوية، احنا عارفين ان الايه ان العلاقة اللي احنا قلنا عليها اللي هي العلاقة اللي هنا دي، اللي هي ان علاقة الايه الاوتبوت بالانبوت اكوردنج للاوبن لوب جين بتبقى بالشكل ده. فيبقى احنا نتوقع ان ايه ممكن نقول ان الفي اوتبوت بيساوي ايه في الفي انبوت اللي هو ايه في انبوت 1 سوري في انبوت 2 ناقص في انبوت 1. ليه الكلام ده؟ عشان النون انفرتنج هي 2 والانفرتنج هي 1. طيب يعني احنا ممكن نقول ان لو احنا عايزين نبص ان في انبوت 2 ناقص في انبوت 1 دي بتساوي في اوتبوت على الجين، بس ده الجين اي نوت اللي احنا قلنا عليه. طيب تعال نشوف اول حاله اللي هي قصه الايديال اوبريشن امبليفاير. لو احنا قلنا ايديال اوبريشن امبليفاير يبقى الاي نوت دي بتاعتنا بكام؟ يبقى الاي نوت بانفينيتي، يعني الكلام ده تقريبا هيكون بصفر. طيب معنى الكلام ده يعني ايه؟ معنى الكلام ده ان في انبوت 2 هي في انبوت 1، يعني بقى في انبوت 2 بتساوي في انبوت 1. طيب ده انا استفاد منه ازاي؟ او معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده نتيجة ان الاي نود بقى انفينيتلي هاي، بقى حصل في حاجة كده على التو تيرمينالز بتوع الاوب امب، بقوا الاتنين تقريبا بيتراكوا بعض، بيبقى زي بعض. يعني لو حطيت حاجة على تيرمينال 2 الفولت هو هيبقى على تيرمينال 1. اوكي، بنسمي الكلام ده حاجة اسمها ايه they are connected، بس they are not connected really they are virtually connected او virtually shorted together. تمام، ف they are ايه بنسميها مسمى كده ايه virtually short، يعني two terminals بتاعت الاوب امب لما يكون الجيم بتاعي بانفينيتي هنلاقي ان هما تقريبا virtually connected، خاصة لما اكون بعمل ايه فيدباك. طيب استفاد من الكلام ده ازاي؟ تعال نبص كده، التيرمينال 2 عليها ايه؟ عليها جراوند، خلاص يعني معنى كده ان عليها 0 فولت. طيب مش دي زيها، يبقى دي هتبقى 0 فولت برضو. طيب لما يبقى 0 فولت وانا عندي التيرمينال دي عليها في 1، يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اعرف الكرنت، يبقى الكرنت بتاعنا عبارة عن ايه؟ في 1 على ار، على اساس ان ايه التيرمينال دي بزيرو، يبقى الكرنت ده لو احنا قلنا ده اي احنا عرفناه خلاص. طيب نبص على الايه الاسامبشن تاني اللي كنا حاطينه في الايديال امبيد الايديال اوب امب. احنا كنا قلنا الانبوت امبيدنس بتاعته بايه بما لا نهايه، يعني معنى كده ان لما يجي الكرنت يمشي مش هيحاول يخش هنا وهيحاول يكمل زي ما هو كده، صح؟ طيب هو ايه الكرنت ده هو برضو اي. طيب لما يبقى بالشكل ده يبقى لو انا عايز احسب الفي اوت انا عارف التيرمينال دي بزيرو، يبقى الفي اوت بتاعتي
يعني ال في اوت بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو، او يعني ممكن اقول الكرنت بشكل اخر، ان الكرنت هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو ماينس في اوت على ار اتنين، دي طبعا دي ار واحد. اوكي، يبقى معنى كده ان في اوت بيساوي ماينس اي في ار اتنين. الكلام ده هيساوي ايه؟ لما اعوض هنا هيبقى عبارة عن ايه؟ كأنه ماينس في ون في ار اتنين على ار واحد. طيب يبقى الجين بتاعنا في الحقيقة هو ايه؟ لو احنا قلنا ان هو الجي بتاعنا، الجين هو في اوت على الفي انبوت، بيساوي ايه؟ ماينس ار اتنين على ار واحد. تمام، بنعرف الجين في الحالة دي، لنلاحظ ان هو ما بقاش زي الاي نوت اللي احنا كنا بنقول عليها. فبنعرف الجين الاولاني حاجة اسمها اوبن لوب جين اللي هو الاي نوت، ونعرف الجين ده نتيجة ان هو في لوب كده، فبنسميه ايه؟ كلوز لوب جين. كلوز لوب جين يعني تمام. فدي نخرج من السلايد دي ان احنا عرفنا معلومتين مهمين جدا، ان بيبقى في حاجه اسمها فيرتشوال كونكشن ما بين التو تيرمينال بتاعت الاوب امب، نتيجه ان الجين بقى عالي قوي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، بقى في عندي الجين بتاع الدايره بتاعتي اختلف، بقى ليه في مسمى تاني، حاجه اسمها كلوز لوب جين اللي هو ممكن نرمز له برمز جي، وعلاقته بقتش هي الاي نوت اللي هي الاوبن لوب جين، بقت عباره تعتمد على الريزيستورز اللي عندي، بتساوي مثلا في الدائره بتاعتنا عباره عن ايه؟ ماينس ار 2 على ار 1. في اي سؤال في الحته دي؟ دكتور معلش، هو ليه النيجاتيف تيرمينال بزيرو؟ ايه؟ النيجاتيف تيرمينال ليه بزيرو فولت؟ لا، النيجاتيف تيرمينال احنا لما قلنا لقينا ان الجين بتاعنا بكبير قوي، بقى هنلاقي ان النيجاتيف تيرمينال والبوزيتيف تيرمينال الاثنين، ثانية واحدة، النيجاتيف تيرمينال والبوزيتيف تيرمينال لما الجين بقت بانفينيتي بقوا زي بعض، يعني الفاليو بتاعتهم زي بعض. القصه دي خلتهم هما التو انبوتس دول يتراكوا بعض، يعني لو واحد منهم اتغير التاني هيتغير زيه. طيب انا موصل واحده منهم اللي هي 2 بالجراوند يعني 0 فولت، يبقى واحد هتتراك 2، وبما ان واحد زي 2 و2 بجراوند يبقى واحد برضه هتبقى بجراوند او عليها 0 فولت. واضحه الحته دي ولا لا؟ تمام كده، تمام واضح كده دكتور، شكرا. اوكي، هو دكتور، هو الاي نود دي كانها الجين ولا ايه؟ الاي نوت ده بنسميه الاوبن لوب جين، يعني هي الجين بتاعتي لو انا ما عنديش اي نوع من انواع الفيدباك غير الاوب امب بس، يعني هو الاوب امب بس اللي موجود، تمام؟ فبنسميه الاوبن لوب جين. لو بقى عندي في نوع من انواع الكونكشنز وفي فيدباك بشكل او اخر، بنسمي الاوتبوت ده حاجه اسمها الكلوزد لوب جين، تمام؟ في سؤال دكتور، تاني؟ الاي نود بتعتمد على ايه بقى اللي في الاوب ام؟ الاي نود بتعتمد على الترانزستورز والبايس اللي جوه، زي ما كنا بنعمل مثلا هنا في يعني ببساطه زي البي جي تي، كنت تحطه ترانزستور، والترانزستور بتاعي لما كونكشن هنلاقي ان الجين كان بيعتمد مينلي على البيتا مثلا بشكل او اخر. فهنا هيبقى في عندنا ترانزستورز مختلفين شويه، كتيره شويه، وفي حاجه اسمها ديفرنشال امبليفاير، وليه دعوه برضو بالبيتا بشكل او اخر بتاعه الايه الاوب امب من جوه، بس عاده بيبقى هو كذا ستيج، فالبيتا بتاعته بتبقى كبيره شويتين، عشان كده بيقرب من الايديال كيس ان الجيم بتاعه بيبقى كبير جدا. تمام، يعني هي حاجة في التصنيع؟ حاجه في تصميمه من جوه اللي هو أيوة. كتصميم الانتجريت سيركت من جوه، هي بتيجي بالداتا شيت، يعني الداتا شيت بيجي بيقول لي الاوبن لوب جين بكذا، يعني ده بارامتر للاوب ام. يعني ايه؟ يعني انا مش يعني اي دونت كنترول ات ديورينج ذا اوبريشن، لا هي بتبقى جايه في ككومبوننت، كبارامتر للكومبوننت بتاعي، وانا ممكن اختار الاوب ام بيزد على الاوبن لوب جين. يعني في ترانزستور، في اوب امز
الاوبن لوب جينز بتاعتها مثلا ممكن تبقى ايه ب 100,000، ممكن اوب امب ثانيه يبقى الاوبن لوب جين بتاعها ب 10,000. اوكي، فكل اوب امب ليه اوبن لوب جين مختلف عن التاني. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. تمام. دكتور، يعني لو انا ما عنديش فيدباك ريزيستنس يبقى الجيم بتاعي اوبن لوب بس؟ بالظبط، علاقة الاوتبوت بالانبوت هو الاوبن لوب. تمام. ده اللي احنا شفناه في السلايد دي، السلايدز دي. طبعا حاجة زي كده يعني ايه برضو عشان ناخد في اعتبارنا ان ايه لازم الكونديشن بتاع ان الانبوت بتاعي يعني لما يتضرب في الاي نوت يبقى اقل من السبلاي فولتج. عشان كده دايما لو الاي نوت مثلا تخيل مثلا ب 10,000 والسبلاي فولتج بتاعي ب 10 فولت اللي هو الفي سي سي، نلاقي ان اكتر سيجنال ممكن ادخلها من غير ما يحصل ديستورشن هتبقى 0.1 ملي فولت. ليه؟ ان 0.1 ملي فولت لما تتضرب في 10,000 هتديني 10. تمام. فالانبوت نفسه هتلاقي يعني احد المشاكل الاوب امب لو انا اشتغلت بيه كاوبن لوب ان الجيم بتاعه العالي قوي بتلمت بشكل كبير جدا الانبوت اللي انا ممكن ادخله. فده احد الاسباب ان احنا بنعمل له فيدباك بشكل كده بالشكل ده. في اي سؤال تاني؟ طيب تعال نشوف دائرة تانية بالشكل ده. دي الدائرة دي اسمها يونيتي جين امبليفاير. لو نفرض بقى المرة دي ما كانش عندي جين مثلا مش انفينيت، يعني ده نقول مثلا ان هو مش ايديال كيس مثلا مش انفينيت، فنلاقي ان العلاقة الايه الفي اوت بتاعي هو عبارة عن ايه نوت في الفي انبوت ماينس الفي اوت. طيب بس هنا لو لاحظنا ان الفي انبوت بلس هي الفي انبوت، يعني في انبوت بلس بتاعتي اللي هي دي هي الفي انبوت، فعوضنا بيها بالفي انبوت. تمام. والفي انبوت ماينس هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن في اوت، فعوضنا بيها بالفي اوت. يعني لو جبت الفي اوت في ناحية هنلاقي ان الجيم بتاعنا ده، يعني ده بيساوي الجي. فالجي بتاعنا في الحالة دي بيساوي ايه؟ ايه نوت على واحد بلس ايه نوت. يبقى الشاهد في السلايد دي ان انا ممكن احل برضو مع الاخذ في الاعتبار ان في فاينايت جيم. تمام. ساعتها الجيم بتاعنا هيبقى ايه عبارة عن ايه مختلف زي ما قلنا كلوز دوب هيختلف، لكن مش هيبقى ايه مش هيبقى كومبليكيتد قوي. فاثناء ما احنا شغالين في الدوائر القادمه هنلاقي ان احنا بنعمل حاجتين. اول حاجه في الاول بنفترض الايديال كيس اللي هي اللي احنا قلنا عليها الايديال اوب ام ان الجيم بتاعنا بانفينيتي، ونحل الدائره ونشوف الريسبونس بتاعها عامل ازاي، وبعد كده هنبتدي نشوف الايفكت بتاع الايه الفاينايت جين. يعني هبتدي نحل دايره تاني بفاينايت جين ونشوف ازاي الكلام ده هيديفييت من الايديال اوب امب كيس. اوكي. وده هيساعدنا بعد كده ان احنا نعمل ديزاين بشكل او اخر، ديزاين للسيركتس بتؤدي فانكشناليتي مع الاخذ في الاعتبار الديفييشن اللي ممكن يحصل نتيجه ان احنا شغالين براكتيكال كيس. اوكي. طيب تعال نشوف اول دايره هنتعرف عليها، حاجه اسمها النون انفرتنج امبليفاير. نون انفرتنج امبليفاير عملت فيه ايه؟ جبت الانبوت بتاعي اول حاجه ووصلته بالبوزيتيف بالشكل ده. اوكي. الفيدباك نلاحظ ان الفيدباك في الدايره دي او في غيرها دايما بنعمله عن طريق النيجاتيف تيرمينال. يعني ايه النيجاتيف تيرمينال؟ هي اللي واصله بالفيدباك اللي باخد من الاوتبوت برجع للانبوت تاني عن طريق النيجاتيف تيرمينال. هنا عملنا ايه؟ خدنا الاوتبوت وخدنا زي بوتنشال ديفايدر ليها من دول وخدنا منه واحد ايه وصلناه بالناحيه دي. اوكي. طيب بنفس المنطق اللي احنا شفناه قبل كده عايزين نحل الدايره دي. احنا عارفين ان ايه ان في انبوت واحد هي في انبوت اتنين زي ما قلنا نتيجه الايه الايديال اوب امب اسامبشن.
يبقى ساعتها الكلام ده كله ده بيساوي الفي انبوت. يبقى النقطة دي هي الفي انبوت، يبقى ده بوتنشال ديفايدر. فالايه الفي انبوت بتاعتي بتساوي عبارة عن ايه الفي اوتبوت في ار اتنين على ار واحد بلس ار اتنين. يبقى انا ممكن اشوف علاقة الفي اوتبوت على الفي انبوت هتساوي ايه، هتساوي ار واحد بلس ار اتنين على ار اتنين، او بتساوي واحد بلس ار واحد على ار اتنين. اوكي، فده ده علاقة الاوتبوت بالانبوت اللي هي قلنا عليها اللي هي بنسميها الكلوز لوب جين بتاعنا اللي هو الجين. اوكي، طبعا هنا في العلاقة دي احنا ايه فرضنا فرض مهم جدا اللي احنا قلنا عليه ان هي ايه ايديال اوب امب، يعني الاي نود بتاعنا كان بانفينيتي وكان ساعتها الفي انبوت 1 بيساوي الفي انبوت 2. طبعا العلاقة دي انتوا شفتوها قبل كده وتعاملتوا معاها قبل كده في الكورس مع دكتور صبحي يعني. طيب اللي احنا يمكن هناخده النهارده، طب لو ما كانش ايديال اوب امب ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الجين بتاعنا هنلاقي ان هو يديفيت عن الاصلي بفاليو معين. يعني ادي الجين اللي هو اللي احنا كنا قلنا ان هو بتاع الايديال كيس، هنلاقي عبارة عن ايه واحد ناقص ترم من هنا كده. الترمينال ده هيقلل من القيمة، صح؟ يعني بمعنى ايه ان انا واحد ناقص حاجة بطرحها منه. اوكي، فالجين بتاعي بدل ما كان هو الجين بتاع الايديال كيس هيبقى الجين اقل منه بشوية. طيب المقدار قد ايه بشوية تعتمد على حسب الاي نوت. كل ما الاي نوت تزيد كل ما الترم ده هنلاقي ان هو ايه بيقل، يتضرب في الترم اللي هو بتاعت الايه الواحد زائد ار واحد على ار اتنين، يخلي الفاليو دي كلها اصغر بكتير من واحد. تمام، فبالتالي الايه الترم بتاعي يبقى هو الدوميننت هو واحد بلس ار واحد على ار اتنين. اوكي طيب طب ازاي نعمل اناليسز لحاجه زي كده؟ محتاجين نعرف ازاي نعملها، فدي اول نقطه. وبعد كده محتاجين نعرف ازاي نستخدمها، يعني في الحقيقه بقى انا باجي استخدمها ازاي. فتعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. تعال نبص على الدائره بتاعتنا. هل في سؤال قبل ما نخش في التفصيل ازاي جبنا العلاقه دي؟ دكتور معلش، هو السلايدز اللي حضرتك بتكتبها دي هتنزل لنا ولا ناخدها سكرين شوتس؟ انا بسجل المحاضره بتتسجل. تمام، السلايد اللي انا بكتبها يعني انا بنزلك سلايد اللي هي من غير كتابه يعني. تمام، ان خطي وحش بصراحه يعني، بالكتابه ممكن نحاول ننزلها، بس انا مش شايف ان يعني ممكن احاول انزلها مفيش مشكله يعني، بس عشان بتبقى في الاخر بتبقى ظلمه يعني. تمام، فعشان كده يعني انا شايف ان انت ممكن تاخد النوتس بتاعتك وفي نفس الوقت ترجع للفيديو لو انت عايز، ده رأيي ممكن يبقى اوقع شوية. اوكي طيب تعالى نرجع نشوف، نحاول نعمل اناليسيس للدائرة بتاعتنا. احنا عندنا العلاقة اللي احنا اول علاقة احنا عارفينها ان الفي اوت بتساوي ايه، بتساوي الاي نوت في الفي ان 1 ناقص في ان 2. اوكي، دي اول علاقه عندنا، مظبوط؟ طيب عارفين ان في ان 1 بكام ب في ان، فاحنا ممكن نكتب ان ده عباره عن اي نوت في الفي ان بتاعي ناقص في ان 2. اوكي طيب الفي ان 2 عباره عن ايه؟ الفي ان 2 ممكن اجيبها هي هو ال VN2 هنا، صح؟ فأنا ممكن أكتب إن الإيه عبارة عن إيه VN2 ده potential divider في ال VN2 بيساوي ال V output بتاعي في R2 على R1 plus R2 ك potential divider. أوكي، بعد كده بعوض بالعلاقة دي هنا، يبقى بنلاقي إن ال V output بتاعي بيساوي A نوت في 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 ان ناقص في اوت في ار اتنين على ار واحد بلس ار اتنين. نجيب في اوت كلها في ناحية واحدة
والاي نوت في الناحية التانية، يبقى الكلام ده هنلاقي ان في الاخر ان انا بقى عبارة عن ايه، الفي اوت. الحتة دي فيها مشكلة. طيب يبقى الفي اوت في اوت مفروض 1 زائد ار 2 على ار 1 بلس ار 2 يساوي ايه، ايه في انبوت. هنا في حاجة طبعا، هنا برضو في اي نوت. اوكي تمام، يبقى الفي اوت بيساوي في ان في ايه على 1 زائد ار 2 على ار 1 بلس ار 2 في الاي نوت برضو، دي كلها اي نوت. اوكي تمام، طيب ازاي نوصل للعلاقة بتاعتنا؟ اوكي تعالى نعمل الاتي، تعالى ناخد يعني تعالى نشوف السلايد اللي بعديها، ناخد العلاقة دي ونشوف هنعمل فيها ايه. الفي اوت اهي يساوي الفي انبوت في الجين اللي هي اي نوت على 1 بلس ار 2 على ار 1 بلس ار 2 في الاي نوت. تمام، طيب تعالى ناخد الترم ده كومن فاكتور، يعني الترم اللي هو ده كله ده ناخده كومن فاكتور ونطلعه بره، هيلاقي ان هو عبارة عن ايه، الكلام ده هيبقى عبارة عن لما نيجي نطلعه فوق هيبقى ار 1 بلس ار 2 على ار 2، الاي نوت هتضيع مع بعض فيبقى هنا 1 على الكلام ده هيبقى ايه، عبارة عن ايه، بسميه ايه، اوكي هيبقى عن ار 2 زائد ار 1 على ار 2 في 1 على اي نود زائد 1. طيب احنا عايزين نستفاد من علاقة احنا خدناها قبل كده، ان ايه، ان لو عندنا 1 زائد اكس تحت الروت، لو الاكس اصغر بكتير من 1 ده بيقول في الاخر اللي ايه، ان انا ممكن اكتبها 1 ماينس اكس، عارفين العلاقه دي ولا لا؟ تمام، فده ابروكسيميشن، انا ممكن اقول ان ايه ده تقريبا بيساوي الكلام ده، فلو انا طبقت الكلام ده يبقى الكلام ده هيقول في الاخر ان هو ايه، عباره عن ار 1 بلس ار 2 على ار 2، الكلام ده هيبقى عبارة عن 1 ناقص الكلام ده اللي هي 1 على اي نوت في ار 2 بس ار 1 على ار 2، اللي يعني احنا ممكن نكتبه عبارة عن ايه، عبارة عن 1 بس ار 1 على ار 2 في 1 ماينس اي نوت في 1 بلس ار 1 على ار 2 اللي هي العلاقة اللي كانت موجودة عندنا. طيب يبقى انا بالتالي ان انا اقدر ايه، ان انا ايه احاول ان انا اجيب الايه الافكت بتاع الفاينايت جين بتاعي عن طريق ان انا اقول ان هو عبارة عن ديفيشن من الايديال اوب ام كيس، والديفيشن ده يتناسب مع الواحد على اي نوت، فكل ما الاي نوت تزيد كل ما الديفيشن ده يقل جامد. طيب تعال نبص على تو اكستريم كيسز للار 2. طيب لو الار 2 بصفر ايه اللي هيحصل؟ تعال ندرس بس برضو حاله الايه الانفاينايت اي نوت عشان تبقى تسهل الدنيا. فاحنا عندنا الاكسبريشن بتاع الانفاينايت كان موجود هنا اهو، اللي هو 1 بلس ار 1 على ار 2. تمام، تعال نطبق الكلام ده هنا، هنلاقي ان الار 2 بصفر. تمام،
هيبقى عندنا جين مثلا بما لا نهايه. طب بس قبل ما نعمل الكلام ده تعال نبص هنا الفي انبوت هنا لما ده يبقى جراوند يبقى ده تقريبا جراوند خلاص النقطه دي جراوند. طيب لما دي تبقى جراوند معنى الكلام ده ايه؟ ان الفيدباك اللي احنا كنا عاملينه كانه راح مبقاش موجود، فساعتها هنلاقي ان الفي اوتبوت بتاعنا هو ايه بيساوي الاي نوت في الفي انبوت اللي هو كأن الجيم بتاعي هو بقى الاوبن لوب جيم. طيب تعال نشوف الاكستريم كيس التانية لو الار اتنين بانفينيتي ساعتها ايه؟ ساعتها اللي بيحصل ان الاوتبوت بتاعي هو تقريبا الانبوت، ان النقطة دي هتبقى في انبوت بلس وهنا دي هتبقى برضو الفي انبوت، يبقى الفي اوتبوت تقريبا بيساوي الفي انبوت. اوكي فدي تو يعني بيسموه ايه تو اكستريم كيسز لار 2 عشان تورينا ايه الافكت بتاع ار 2. طيب بنفس المنطق لو احنا طبقنا الكلام ده هنلاقي ان احنا في عندنا كونكشن تانية اللي هي اسمها الانفرتنج امبليفاير. الانفرتنج امبليفاير فكرته ببساطة ان احنا بدل ما كنا بندخل الانبوت على البلس ونعمل فيدباك من نيجاتيف، لا احنا بندخل انبوت على النيجاتيف ونعمل فيدباك برضو من نيجاتيف. هنلاقي ساعتها ان الجيم بتاعنا لو احنا شفنا الدايره بتاعتي برضو وفرضنا ان احنا بنتكلم على ايديال كيس هنلاقي ان احنا ايه هيبقى عندي ده زيرو وده زيرو، فبالتالي الكرنت بتاعي اللي هو الفي انبوت ده هيبقى الكرنت بتاعه عباره عن في انبوت على ار 2 هو هو اللي هيمشي في ار 1، فبالتالي لما اجي اعمل العلاقه بتاعتهم اساوي تو كرنتس ببعض يبقى في الاخر يطلع لي ان الجيم بتاعي عباره عن ايه ماينس ار 1 على ار 2. اوكي دي في حاله ما يسمى بالانفرتنج امبليفاير. الكلام ده انا عارف انتوا خدتوه اللي هو الجزء بتاع الايديال كيس الايديال اوب ام، فعشان كده انا يمكن بمشي فيه بسرعه عشان ايه ننجز شويه. هل في سؤال في الكلام ده؟ يبقى احنا واحنا بنتكلم يعني برضو عشان نبقى الناس تبقى واضحه ادي تو كيسز جنب بعض الانفرتنج والنون انفرتنج امبليفاير. اوكي نلاحظ هنا ان الـ دايما الفيدباك بيبقى على النيجاتيف تيرمينال، يعني سواء انفرتنج او نون انفرتنج لازم الفيدباك بيبقى على النيجاتيف تيرمينال. واضحه الحته دي ولا لا؟ تمام يا يا دكتور. شباب تمام اوكي. طيب زي ما احنا قلنا ان دايما الحاجات دي احنا استخدمنا الايديال كيس. طب وات اباوت لو كان في جين؟ فنلاقي في حاله الايه في حاله النون انفرتنج كيس هنلاقي ان بيبقى في ديفيشن زي ما قلنا في ديفيشن في حاله النون انفرتنج، هيبقى نفس الحكايه في ديفيشن في حاله الانفرتنج كيس. الديفيشن ده بيبقى هو الترم اللي احنا قلنا عليه، والديفيشن ده كل ما الجين بتاعي يزيد كل ما الفاليو دي تبقى ايه قليله، وبالتالي ان انا بقرب من الايديال اوبام. طيب نستفاد من الكلام ده ازاي؟ ده تعالى نشوفه في الحقيقه هنعمله ازاي. تعالى نتخيل ان احنا بقينا ناس كبرنا بقى وخلاص هنعمل ديزاين بقى لايه للانفرتنج امبليفاير. طلب مني ان انا اعمل ايه ديزاين اند انفرتنج امبليفاير النومينال جين بتاعه باربعه، يعني الجين بتاعه في الاوتبوت علاقه الكلوز لوب او علاقه الاوتبوت بالانبوت بتاعتي اربعه، علاقه الاوتبوت والانبوت بتاعت الامبليفاير عشان بس من ايه ما نلخبطش منها، من الامبليفاير الجين بتاعي باربعه، وعايز اجين ايرور اقل من 0.1%. احنا الايرور اللي احنا قلنا عليه نتيجه الايه فاينايت جين ده عايزه اقل من 0.1%. واداني انفورميشن تاني قال لي ان الانبوت امبيدنس بتاعتي عايزها على الاقل 10 كيلو. اوكي طيب نعمل ايه في حاجه زي كده؟ ها شباب ايه اول خطوه نبتدي بيها؟ ممكن نقول ان في اوت على في ان بتساوي 4 والقانون بتاعهم نيجاتيف ار يعني اللي هي ار 2 على ار 1
ده يعني ده بيساوي نيجاتيف R2 على R1. هو قال لك انه عايز R1 ب 10، فنحسب R2. طيب والاوب امب احنا ما عرفناش البارامتر بتاعته، هنستخدم انهي اوب امب؟ هو قال نستخدم انفرتنج اهو، يعني احنا هنحط لا البيت. هو قال لك استخدمي اعملي انفرتنج امبليفاير، ما قالكيش استخدمي كونكشن معينه او دايره معينه، صح؟ طيب احنا انت ماشيه صح لحد كبير يعني، فانت ايه انت عايز تعملي؟ تعالي نبتدي خطوه خطوه. عايز تعملي انفرتنج امبليفاير، يبقى انا لازم ارسم الاول الدايره بتاعتي. هتاخدي انهي دايره، دي ولا دي؟ يعني انت عندك دي ودي، هتاخدي انهي واحده؟ هو انا مش شايفه اصلا دواير قدامي، بس احنا هنحط امبليفاير. انا شايفه دلوقتي يمكن بتاخد وقت قبل ما تابديت. مش هنستخدم هو عايز انفرتنج، يبقى احنا هنستخدم الدايره اللي على الشمال. بالظبط، يبقى اول خطوه ان انا هستخدم الدايره على الشمال. معاك، ادي الدايره على الشمال اهي حطيناها. طيب احنا عشان نختارها فين الكومبوننتس بتاعتنا في الدايره دي؟ ال R1 وال R2 وال والاوب ام، VN لا وال والاوب ام OPAM. نفسه والاوبريشن امبليفاير. هو انت عارفه الاوبريشن امبليفاير ده هتستخدميه ازاي؟ يعني عندك كذا نوع منه، بكل واحد منهم ليه اوبن لوب جين مختلف، هتستخدمي انهي واحد فيهم؟ انت عشان تختاري تعملي الديزاين لازم تختاري ايه كل الكومبوننتس بتاعتك، يعني لازم تختاري R1 و R2 والاوب امب بتاعي. يعني الاوب امب انا هبص على الداتا شيت بتاعتي اتاكد ان هو بيساتسفاي الكونديشن اللي انا عايزه في الدايره بتاعتي. طب ايه الكونديشن اللي انا عايزه؟ ان الجين يبقى 4. لا الجين الكونديشن بتاعتي انا عايز الجين بتاعي نومينال جين ب 4 والجين ايرور اقل من 0.1. انا عندي معلومتين مش بس 4 دي زي ما انت قلت هجيب العلاقه ما بين R1 و R2، صح؟ ماشي، لكن بقيه العلاقه دي محتاجين ان احنا ناخدها في اعتبارنا. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا شايفين فاكرين العلاقه دي هنستخدمها، ماشي، انا هحطها ده علاقه الجيم بتاعتي، صح؟ فنقول ان الفي اوتبوت على الفي انبوت هي عباره عن العلاقة اللي كانت موجودة اللي هي ماينس R1 على R2 في 1 ناقص 1 على اي نوت في 1 بلس R1 على R2، ماشي. طبعا احنا انت قلت حاجة كويسة ان انا عارف ان في اوت على الفي انبوت بتساوي ايه 4. طبعا هي ماينس 4 بس هو قال لي انفرتنج فتبقى 4، ده معناها ان ايه؟ ان R1 بيساوي 4 R2. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ ماشي، طيب ده هيسمح لي ان انا اعوض في المعادلة اللي فوق، صح؟ فاحنا بيقول ايه فين الجزء اللي هو بيسمي الناين ايدياليتيز اللي هو بيخلي لي عندي مشكلة في الجين؟ هو الترم ده، تمام. فالترم ده لو انا ايه حطيته خلاص قلت اللي هو 1 على اي نوت هنا 1 على اي نوت في 1 بلس R1 على R2، ده الترم ده المفروض يكون ايه؟ يكون اقل من 0.1% اللي هي 0.1 على 100. طيب يعني 1 على اي نوت، انا 1 على اي نوت ده هنا 1 بلس R1 بلس R2 ده اللي هو كام؟ اللي هو 5، صح؟ ده هيقول في الاخر ان الاي نوت لازم تكون ايه اكتر من، لما نعمل كده هتبقى اكتر من 5000. يبقى لازم الاي نوت بتاعتي تكون اكتر من 5000 او تساوي 5000، تمام. ليه الكلام ده؟ عشان احقق الجين ايرور بتاعي، اوكي. طيب يتبقى قصه الايه علاقه الايه احنا كده خلصنا ولا لسه؟ بعد اذنك يا دكتور، في حاجه انا ما فهمتهاش. يعني الاي نوت دي اللي احنا بنختار بيها الامبليفاير؟ بالظبط، هو ده البارامتر بتاع الاوب امب اللي انا لما اجي ادور على اوب امب هختار على اساسه،
ان انا اختار ان يكون الاوبن لوب جين الاي نود بتاعته تبقى 5000 او اكتر. شكرا. ان زي ما قلنا احنا ايه يعني احنا استخدمنا قصه الايديال اوب ام از ستارتنج بوينت لينا، لكن دايما كنا بعد كده بننقل على ايه لما يكون عندي فاينايت جين بشوف الايفكت بتاعه. الفاينايت جين ده اللي هي فاينايت اوبن لوب جين ده عشان ده براكتيكال اوب ام براكتيكال كيس، فانا لازم اشوف الاي نوت بتاعتي تكون ساتسفاي الايكويشن بيز على الجين ايرور اللي انا اقدر استحمله. احنا كده خلصنا لسه المساله او الديزاين؟ لسه جزء الانبوت امبيدنس؟ لا انا يعني الانبوت امبيدنس دي ده بارامتر انا محتاج استخدمه. وفي الحقيقه احنا زي ما انت قلت احنا ما خلصناش لسبب ان احنا ما عرفناش ما اخترناش ار واحد بكام وار اتنين بكام، احنا عرفنا العلاقه بينهم. فدي نقطه بس دايما الناس بتساعد ايه لما بتيجي بتحل في الامتحان تنزل الحته دي وخلاص تروح بقى تمام. فطبعا لا احنا ما اخترناش لسه ار واحد وار اتنين. طب نختارهم على اي اساس؟ تعال نشوف الانبوت امبيدنس. مش احنا عندنا تقريبا النقطه دي بما ان الجين كبير فتقريبا دي برضو بزيرو، يبقى الكرنت اللي ماشي هنا عبارة عن ايه؟ اهو اي عبارة عن ايه؟ في انبوت على ار اتنين. يبقى معنى كده ان الانبوت امبيدنس تقريبا بتساوي ايه؟ ار اتنين. طيب هو مديني معلومة ان الانبوت امبيدنس على الاقل بعشرة كيلو، يعني معنى كده ان على طول ان ار اتنين بكام؟ بعشرة كيلو. عرفت ار اتنين يبقى ار واحد عبارة عن ايه؟ اربعين كيلو. اوكي كده انا عملت الديزاين بتاعتي، اخترت ار واحد وار اتنين والاي نوت، يبقى انا ايه كده عملت ديزاين للدايره بتاعتي. اوكي في اي مشكله في الانفرتنج او نون انفرتنج امبليفاير؟ اه معلش يا دكتور بس واحده اتفضل. ايه الا هو احنا دايما طب خليك اخلص وبعد كده اسال انت اتفضل. طيب يا دكتور، هو دايما بفترض دايما ان اللي هو الجزء اللي على اليمين اللي هو 1 ماينس اللي هو الايرور جين ده دايما بفرضه ان هو بيبقى اصغر يعني من الجين اللي احنا عايزينه. لو انا قلت لك ايديال اوب ام يعني ايديال اوب ام يعني الجين بتاعك الانوت بانفينيتي، يبقى ساعتها الترم ده بزيرو. اوكي تمام. لو انا قلت لك براكتيكال اوب ام اوكي يبقى واديتك الفاليو بتاع، او حتى ما قلتكش براكتيكال اوب ام واديتك الفاليو بتاعت الاي نوت، يبقى الترم ده ممكن تحسبه. اه بس انا قصدي عشان حضرتك يعني كنت يعني قلت في الاخر المفروض ان الاي نوت يكون اكبر من 5000 عشان الجين ايرور بتاعي يبقى اقل من 0.1%. ما انا عايز الجين بكام؟ انا عايز الجين باربعه صح؟ تمام. لكن جبت اوب امب واحد واوب امب اتنين واوب امب تلاته، الاوفر اول جين هيختلف الا اذا كان الاوبن لوب جين بتاعه اكتر من 5000، يبقى ساعتها الاوبن ساعتها الايرور بتاعي هيبقى اقل من 0.1%. ايوه خلاص يعني دايما ببص على الايرور اقل يعني دايما بحاول ان انا اخلي ان الايرور يا الايرور يا اقل منه، مش بزود عنه يعني او تمام خلاص شكرا. الشخص الاخر كان عايز يسال. الانبوت امبيدنس بحددها ازاي؟ الانبوت امبيدنس انا حسبتها ازاي؟ الانبوت امبيدنس هي عباره عن ايه؟ الامبيدنس اللي شايفها السورس بتاعي صح؟ يبقى لو انا جبت الكرنت اللي ماشي في السورس عرفت الانبوت امبيدنس صح ولا غلط؟ الكلام اللي انتوا خدتوه في السيركت زمان. طيب الكرنت ده مثلا اللي هو الاي ده عباره عن ايه؟ تعال نبص ار 2 ده، لو انا عرفت الكرنت اللي ماشي في ار 2 يبقى هو نفس الكرنت اللي ماشي في السورس. طيب ار 2 لو النقطه دي بزيرو اللي هو جراوند، النقطه دي هتبقى زيرو برضو صح؟ النقطه دي هتبقى زيرو برضو معايا؟ فيبقى تمام. بالتالي الايه الكرنت ده زيرو والنقطه دي في انبوت، يبقى الكرنت عباره عن ايه؟ في انبوت على ار 2. اوكي
تمام فبالتالي عرفت ان الكرنت بتاعي اللي هو اللي ماشي في السورس عباره عن ايه، في انبوت على ار 2، يعني الايه الانبوت امبيدنس تقريبا بتساوي ار 2. تمام شكرا يا دكتور. عفوا. طب يا دكتور، تمام انا كنت ممكن اعوض يعني بعد ما جبت الاي نود في الـ بالـ من خلال الايرور، كان ممكن اعوض في المعادله اللي هي الكبيره اللي هي اللي هي فيها الايرور، يعني اعوض بالاي نود بال 5000 واحسب واعوض بالار 2 ب 10 كيلو واحسب الار 1، بس في المعادله الكبيره اللي هي اللي فيها اللي عامله حسابها الايرور. طب ما انت، طب ليه تعوض في المعادله الكبيره؟ ما تستخدم المعادله اللي هي ما انت الابروكسيميشن بتاعك ده بقى فاليد خلاص، فتستخدم فيه على طول. يعني انت لازم ليه تعوض تاني يعني فيها؟ عشان اجيب رقم ادق. هو الفكره في الديزاين مش ان انت تجيب رقم ادق، لان انت بيسموه ايه، تساتسفاي الكونديشنز بتاعتك. يعني هو في الحقيقه برضو يعني براكتيكال سبيكينج الفاليو بتاعت R1 وR2 يعني ايه، مش اي فاليو هتقدر يعني تحسبها من هنا تقدر تحطها، يعني لازم تكون فاليو موجودة في السوق. فالموضوع ده مش هو اللي هيحكمك قوي يعني. يعني الدقة في الديزاين المهم ان انت تساتسفاي البارامترز بتاعتك، مش ان انت تجيب الدقة. يعني هي مش مسألة بنحلها، يعني لما تيجي تعمل ديزاين انت مش الهدف ان انت مسألة تحلها، الهدف ان انت تجيب values تقدر تستخدمها في الـ practical case. تمام يا دكتور، طب generally speaking هل في سؤال تاني ولا ننتقل للنقطة اللي بعد كده؟ دكتور، هو في السطر بتاع الـ nominal gain اللي هو الـ V out على الـ V in equal 4، حضرتك قلت هو ده inverting وبعدين ما حطناش الـ negatives، الـ negative راحت فين؟ هو النيجاتيف اتحققت ان انا اخترت الانفيرتنج كونفيجريشن، فيعني احط نيجاتيف ماشي، بعد كده احط يعني بيساوي ماينس ار 2 على ار 1، يبقى دي النيجاتيف دي مع نيجاتيف دي. تمام، معناها كاني اشتغلت ان هو ابسوليوت مش كده؟ يعني كانك ابسوليوت يعني عايز تحطها بماينس 4 وبعد كده تقول ان ده بيساوي ماينس ار 2 على ار 1 والماينس تروح مع الماينس، مفيش مشكله يعني. المهم انك تكون فاهم يعني. تمام شكرا دكتور. في سؤال تاني؟ طيب بنفس الاسلوب احنا ممكن نعمم، بدل ما نقول ان هي دايما لازم تكون امبيدنس، ممكن تكون سوري لازم تكون ريزيستنس، ممكن يبقى المقاومات دي زد 1 وزد 2 بيبقوا بصوره امبيدنس. يعني ايه امبيدنس؟ يعني ممكن تكون ار، ممكن تكون سي، اي او كومباينيشن منهم. وساعتها برضو العلاقات بتاعتنا هتلاقي ان هي تقريبا ماشيه بنفس الاسلوب، ان هي مثلا على سبيل المثال الدايره دي هتلاقي دي شبه الانفرتنج امبليفاير، فالفي اوت على الفي انبوت بيساوي ماينس زد 1 على زد 2. اوكي طيب، نستفاد من حاجه دي زي نستفاد من الكلام ده ازاي؟ نستفاد من الكلام ده، تعالى نبص. لو احنا اخترنا الزد 1 كاباستور والزد 1 والزد 2 ده ريزيستور، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. يعني كده كان زد 2 زد يعني كأن ده بيساوي زد 1، يعني ده زد 2 وزد 1 هي عبارة عن ايه، 1 على اس سي 1. اوكي طبعا احنا عارفين ان الامبيدنس في حاله الكاباسيتنس هي عباره عن 1 على اس سي. تمام، لما نيجي نعمل الماس بتاعنا ونحطه ماينس زد 1 على زد 2 هنلاقي ان الكلام ده هيدينا العلاقه دي، الفي اوت على الفي انبوت بيساوي ايه، ماينس 1 على ار 1 سي 1 اوف اس. ده بيترجم في التايم دومين ان هو الواحد على اس ده عباره معناها الانتجريشن بتاع الفي انبوت، فده ببساطه كان علاقه الفي اوت بالايه بالفي انبوت بالشكل ده. اوكي ده شكل الكيرف في الفريكوانسي دومين، يعني لو احنا عايزين ندرس مع الاف يعني ده شكل العلاقه بتاعت الفي اوت بتاع الفي انبوت كابسوليوت كماجنتيود يعني عامل ازاي.
في اي مشكله في الكلام ده؟ دكتور حاجه قصدك ان الواحد على الاس هي التكمل؟ اه واحد على اس دي تكامل، متعرفوش ان واحد على اس ده تكامل؟ هل عارفين المعلومه دي ولا لا؟ صراحة مش عارف. لا طيب يعني هي تكامل، يعني ممكن، يعني ممكن نعملها بطريقه تانية. لو انتوا احنا عارفين هنا هنا لو ده زيرو، الكرنت ده عارفين اللي هو في انبوت، يعني الكرنت عباره عن ايه؟ في انبوت على ار، صح؟ والكرنت ده هو اللي هيمشي هنا، ماشي. طيب احنا عارفين ان ايه، ان العلاقه بتقول ان اي بيساوي سي في دي في سي على دي تي، صح؟ لما يبقى عندي كاباستور العلاقة الكرنت بالفولت بتاعه بتبقى بالشكل ده، عارفينها ولا لأ؟ تمام يا دكتور. أو ممكن نقول إن الفي سي بتاعتنا بتساوي إيه؟ واحد على سي في التكامل بتاع الأي دي تي، تمام. ماشي. طب الأي عندنا بكام؟ من فوق عبارة عن إيه؟ الأي بيساوي في انبوت على ار، يعني الكلام ده هيبقى عبارة عن ايه؟ احنا الفي سي بتاعتنا علاقتها ايه؟ الفي سي دي اللي هي كده هي عبارة عن ايه؟ بتساوي ماينس في نوت، صح؟ ان ده هنا، ده هنا زيرو ناقص في نوت هو هي الفي سي بتاعتنا. يبقى بالتالي ممكن نقول ان الفي نوت بتاعنا بتساوي ماينس واحد على سي، والار اللي هي نعوض بيها من هنا في الفي دي تي، صح؟ تمام كده. ماشي. عموما يعني كمعلومة، واحد على اس معناها انتجريشن، تمام؟ اس معناها ديفرنشيشن. يعني لما اجي يعني عندي مثلا ايه، ما الفي اوت هيبقى عباره عن ايه؟ في انبوت على اس، يعني معنى كده ان انا الفي اوت بيساوي تكامل في انبوت، تمام؟ او لو في اوت بيساوي اس في انبوت، معنى كده ان انا عملت ديفرنشيشن للفي انبوت. اوكي، واضحه دي ولا في مشكله؟ تمام يا دكتور. هو اس اس اصلا بترمز لابلاس، فاكرين لابلاس؟ تمام. بدأت تجمع تمام الاس كده ده أصلا. اللي هو الاس بتاعت لابلاس ترانسفورم طبعا، وده معناها ببساطة ان في عندي بول عند الاس ايكوال تو زيرو. ها بدأت تجمعه ولا لسه؟ بول وزيرو، البولز والزيروز فاكرينها ولا لا؟ تمام يا دكتور. نعم هو ايه الاس دي يا دكتور؟ ما لسه الراجل لسه سائل، انت يعني نمت ولا ايه؟ صح كده معانا، بتقول حاجه لما يبقى عند الاس 0 بيبقى في حاجه. اوكي، في عندي حاجه الاس ده، ده هو الايه؟ لابلاس ترانسفورم. لو انتوا فاكرين لابلاس ترانسفورم ده الاس هنا، معنى معنى الكلام ده ان الاس تحت ان انا عندي بول عند اس ايكوال تو 0، ما دام هو في الديمونيتور او تحت يبقى ده اسمه بول، ولو هو فوق بنسميه زيرو. فمعنى كده ان لما الاس ايكوال تو زيرو الكلام ده يقول لانفينيتي، فبسمي الكلام ده اسمه بول. فعندي بول بول ات اس ايكوال تو زيرو. اوكي تمام، شكرا دكتور. فاكرين حاجه زي كده ولا لا؟ انا ما خدتنيش يا دكتور، انا راجع عليها بقى ان شاء الله. ماشي. اوكي طيب، تعال نشوف الكلام ده. لو انا بعمل انتجريشن هيبقى شكله ازاي؟ تخيل مثلا عندي مدخل عندي، ادي الدايره بتاعتي اهي، مدخل عندي انبوت بالشكل ده. اوكي، الانبوت ده عشان برضه نبقى فاهمين هو عباره عن ايه، عباره عن سكوير ويف او ستيب، يعني او بتطلع من 0 ل في 1 لمده تي بي، يعني البريود بتاعت الطلعه دي تي بي، وبعد كده ينزل تاني للصفر. لو مدخل الانبوت ده عندي ايه اللي هيحصل في الاوتبوت؟ تمام، الاوتبوت بتاعي ادي الفي انبوت اهي، ادي الفي انبوت اهي، خلاص. هنلاقي ان هو
نتيجه الفي انبوت ده هيمشي كرنت. الكرنت ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن في انبوت على ار 1، فده شكل الكرنت بتاعك مظبوط. ده الكلام ده لما يخش على الكباستور هيبتدي يشحنه، بس هيشحنه بالعكس. ليه؟ ان لازم النقطه دي هتبقى زيرو، فاللي يحصل ايه؟ ان الفولت بتاعه يبتدي يبتدي يزيد شويه بشويه بالعلاقه دي اللي هي الفي اوت بيساوي الكلام ده. فهنلاقي ان الفولت بتاعه هيتغير بالعلاقه اللي هي ماينس في واحد على ار واحد سي واحد، بس هتضرب في تي نتيجه ان ايه؟ على حسب طول ما البلس موجوده هتتضرب في تي لغايه ايه ما تقف عند البلس، ما تقف هنا عند النقطه دي. اوكي، النقطه دي هنعرفها ازاي؟ هنعوض بالتي بتساوي تي بي يديني ايه الفاليو اللي هي ماينس في واحد في تي بي في ار واحد على سي واحد. اوكي، في مشكله في الكلام ده؟ يا شباب تمام يا دكتور. طيب، طب انا ليا سؤال هسأله. لو انا عندي الانبوت بتاعي اهو كده ومدخله على ار سي وده الفي اوت ومدخل نفس السيجنال، شكل الويف فورم هتبقى عامله ازاي؟ هنلاقي الويف فورم هتفضل حاجه دايما فوق، يعني هتديكي شويه عشان الكاباستور عقبال ما يشحن، واول ما تيجي تنزل الكاباستور هيفضل دايما هو ال هتبقى في الاول الكاباستور هيشحن في السيج في الهاي، الكاباستور هيشحن وبعد كده في اللو الكاباستور هيفرغ. بالظبط، يعني هو هتلاقي ان هو ايه بيشحن طول فتره الاي تي بي لغايه ما يوصل للنقطه دي وبعد كده ايه يفرغ بالشكل ده. اوكي، طيب برضه عشان نفهم اكتر تعال نشوف ايه الفرق ما بين التو كيسز دي. ليه شكل الويف فورم بتختلف؟ هنا لو لاحظنا ان لما بدخل الانبوت بالستيب كده ايه اللي بيحصل للكرنت؟ هتلاقي ان هو ايه الكرنت عباره عن قيمه ثابته. ليه؟ ان الكرنت عباره عن في 1 على ار 1، ما بيعتمدش على الفاليو بتاعت الفي اوت. اوكي، فبالتالي ايه ان هو بيبتدي يشحن السي 1 بس طبعا مع الاخذ في الاعتبار النقطه دي بزيرو، فيبتدي يشحن كانه بيشحن بالايه بالنيجاتيف. اوكي، بالشكل ده. اوكي، لكن في حاله الار سي العادي هنلاقي ان الكرنت عباره عن ايه؟ عباره عن في انبوت ماينس في اوتبوت على ار 1. خلاص، طبعا في الاول الار 1 بيبقى زي الايه في اوت بيبقى بزيرو في الاول، فبالتالي الكرنت ده يبقى زي ده. لكن as we go كل شويه الفي اوتبوت يزيد نتيجه ان الكباستور بتشحن، فنلاقي ان الكرنت ده بيقل، فبالتالي الساتوريشن بتاع الفولت بيحصل له ساتوريشن بالشكل ده. اوكي، طيب الكلام ده بنسميه حاجه اسمها ايه، يعني حاجه مهمه جدا ان بنعرف حاجه اسمها ايه ايديال انتجريتور. فاللي فوق ده ممكن نسميه ايه ايديال انتجريتور، لكن بسمي اللي تحت ده حاجه اسمها لوسي لوسي انتجريتور. تمام، اوكي، فده ايديال انتجريتور وده لوسي انتجريتور. حاجه زي كده لازم نخلي بالنا منها. ليه؟ ان الايديال انتجريتور طبعا احسن لو انا بعمل بيه بحل بيه او كده بيبقى افضل، لكن الانتجريتور هنا معناها ان ايه ما بقاش عندي يعني ايه مش افضل حاجه، يعني هتلاقي ان كانتجريشن مش هو ايه مش ايديال انتجريشن. برضو لو انا عندي قصه الفاينايت جين هنلاقي ان لو حصل عندي فاينايت جين بنفس الطريقه اللي احنا عملناها قبل كده، عملنا دريفيشن ليها، ممكن تعملوها المره دي. تمام، هنلاقي ان العلاقة ما بقت ايه بدل ما كانت ماينس واحد على ار اس ار سي اس، لا بيخش الجين بشكل او اخر في العلاقة. طبعا لو الجين نرجع تاني عشان نتأكد ان احنا صح، حط الجين هنا بفاليو كبيرة جدا هتلاقي ايه ان تقريبا ده هيقول ايه للعلاقة اللي قبل كده اللي هي ماينس واحد على ار سي اس. اوكي،
طبعا كل ما الجين يقل كل ما الافكت بتاعي يظهر. ده equivalent ببساطة ان كأني السي بتاعتي اولا بقى عندي ايه بول اتحرك من الاوريجين لبوزيشن تاني اللي هو البوزيشن ده. يعني الاوريجين يعني كان عندي بول عند اس ايكوال تو زيرو، دلوقتي لا البول بتاعي اتحرك بقى الفاليو بتاعته بالشكل ده، تمام. وده equivalent في الحقيقة ان احنا بقى عندنا ار سي، بس السي بتاعتنا بدل ما هي بقت سي عادية سي اكس، لا ان السي اكس بتاعتي عبارة عن ايه سي واحد مضروبة في ايه، يعني سي اكس ده equivalent لايه، كان سي اكس كأن بقول ان هو equivalent لسي واحد مضروب في واحد بلس ايه نود. يعني انا ممكن ابصلها بنظرتين، نتيجة ان بقى عندي finite open loop gain. ان اول حاجة ان انا انتقلت من قصة الايديال انتجريتور ان البول بتاعتي عند اس ايكوال تو زيرو، ل البول بتاعي بقى عبارة عن ماينس واحد على واحد بلس اي نوت في ار سي، تمام. او ابص عليه ان انا بقى عندي ده ايكوفلنت الاوب امب بتاعي ايكوفلنت لار سي، بس السي بتاعته عبارة عن السي اللي موجودة في الدايرة عندي، يعني سي اوف اكس دي بقى هي سي واحد مضروبة في واحد بلس اي نوت، واتعامل معاها كانها عباره عن ايه ار سي عاديه خالص. وضحت الحكايه دي؟ دكتور معلش، هو ينفع يعني في حتة الكباستور وكده اللي كان الإمبيدنس بتاعته مش هي كانت واحد على أوميجا سي تقريبا أو حاجة كده؟ هي واحد على اوميجا سي، ده في حاله اللي بيسموه الهارمونيك اكسيتيشن، لكن في جنرال كنا بنحطها واحد على اس سي. يعني انتوا خدتوا في السيركتس ان هي بتبقى في الحقيقه واحد على جي اوميجا سي، صح؟ اه تمام. تمام. ده في حاجه اسمها الهارمونيك اكسيتيشن في اللي انتوا خدتوها في السيركتس كجنرال عموما. يعني لو انا بقى عندي سيجنالز عموما بحطها بشيل الجي اوميجا بحط مكانها اس، تمام، فبتبقى واحد على اس سي. ماشي تمام. هل ده ربط مع الحاجات التانية ولا لا؟ ممكن تاني اخر جزء يا دكتور بعد اذنك؟ هو الباشمهندس بيقول على احنا كنا خدنا ان احنا كنا بنشيل الامبيدنس بتاعت الكاباسنس بتساوي واحد على جي اوميجا سي، امال ايه هي الاس دي؟ فبقول له ان الجي اوميجا دي في حاله لما يكون عندي هارمونيك سيجنالز، يعني ايه ساينوسويدال سيجنالز، فكنا بنحط واحد على جي اوميجا سي. لكن عموما لو انا بتكلم بشكل عام بشيل الكباسنس وعايز احطها امبيدنس بحطها بواحد على اس سي، حيث الاس ده هو لابلاس ترانسفورم. اوكي، متلخبط من واحد على اس سي والحته دي. يعني ايه يعني اللي انا بحطها ان هي دي عايزه اربطها لك بالكنترول اللي انت خدته. يعني انت خدت كنترول كنت بتتعامل بالاس ولا كنتش بتتعامل بالاس؟ لا الكنترول كان القانون على طول بالانتجريشن. ماشي، يعني اعتبر ان ده انتجريشن، يعني واحد على اس ده انتجريشن عشان بس ما تتلخبطش يعني. اوكي، فا يعني وانا عملت لك هنا العلاقه كانتجريشن ازاي، يعني لو انت عايز تعملها بشكل انتجريشن بالشكل ده. اوكي، بس انا عايز افهمك ان معنى انتجريشن ده معناها ان انت كاني العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت بدل ما كانت لينير بقى فيها ترم اسمه واحد على اس. اوكي، ده في حاله الايه، في حاله الانتجريشن. الانتجريشن عباره عن كاني ضربت في واحد على اس، يعني ما معناه ان عندي بقى عندي البول بتاعتي عند اس ايكوال تو زيرو. وضحت الحته دي ولا لا؟ طب يا دكتور بعد اذنك، اللي حضرتك الصفحه اللي انت واقف عليها دلوقتي دي اللي هي تبقى ده الايديال صح؟ ده الايديال انتجريتور، ده الايديال انتجريتور. اه وفي برضو اللي هو الانتجريتور اللي بيحصل فيه لوس صح؟ ده الايديال انتجريتور، وده كل ده ايديال انتجريتور. تمام. في قانون في الاخر خالص اللي هو في اوت على فين، بس بيختلف تبقى واحد على هو ده. ايوه ده القانونين دول حضرتك احفظهم ولا يقولنا فورمولا شيت ولا ايه بالظبط؟ يفضل ان انت تحفظ الاولاني خلاص،
التاني ممكن انا اديهولك يعني خلاص ماشي، بس الاولاني اللي هو اللي هي ده لازم تحفظه يعني، اللي هي العلاقة دي او تستنتجه يعني، يعني حفظه او استنتاجه سهل يعني. تمام يا دكتور تمام. هنا ممكن ابقى اديهولك يعني، ما فيش مشكلة، عشان بس ان هو في كذا فورمولا ممكن تلخبط يعني. تمام، في سؤال في الحته دي؟ معلش يا دكتور، يعني انا لو عايز اخلي ده بالانتجريشن، هو انا بشيل الاس اللي تحت بس وبعمل ده كله انتجريشن صح؟ لا، ما هنا بقى مشكله ان هو ما اقدرش اعمله انتجريشن، بقى اقرب لار سي. الار سي عباره عن ايه؟ يعني انا بحسب علاقه الفي اوتبوت بالاي في انبوت، عباره عن ايه؟ يعني انت لو بتعبر عن، لو انا عايز اعمل هنا مثلا في اوتبوت على الفي انبوت مثلا، عباره عن يعني انا هعملها لكم بالاوميجا عشان انتم ما تتلخبطوش، واحد على جي اوميجا سي اكس على ار اكس زائد واحد على جي اوميجا سي اكس، صح؟ يعني ده بيساوي ايه؟ واحد بلس جي اوميجا في ار في سي اكس، صح؟ فده مش بيور انتجريشن، ده مش بيور انتجريشن، ما اقدرش اشيله واحط ده اقول ان ده انتجريشن تماما يعني. اوكي، واضح الحته دي ولا لا؟ لكن في حاله الاوب امب ممكن يبقى بيور انتجريشن، لان احنا لما عملناه طلع ان هو ايه، العلاقه ممكن يبقى فيها انتجريشن على طول. واضح؟ جاوبتك ولا لا؟ تمام يا دكتور، بس هو برضو حوار الاس ده يعني احنا ما خدناهوش بالطريقه دي، مش عارف يعني اللي هو يعني انت معلش انت ما خدتش لابلاس ترانسفورم في ال لابلاس ترانسفورم. ايوه بس يعني طيب هو ده الاس بتاع لابلاس ترانسفورم، يعني لما اجي احل دلوقتي واجيب الفي اوت على الفي ان هعمل ايه؟ اجيب يعني الاس دي اعبر عنها بايه يعني؟ الاس دي بتشيل كل سي وتحط امبيدنس، انت عايز تحط امبيدنس، بتشيل كل سي وتحط مكانها امبيدنس بتساوي واحد على اس سي بس. تمام. زي ما كنت بتشيل كل امبيدنس بتشيل كل سي وبتحط مكانها امبيدنس واحد على جي اوميجا سي، لا بتحط واحد على اس سي. تمام اوكي. طيب نعم الصوت بيقطع. أنا الصوت اللي بيقطع ولا صوتك انت اللي بيقطع؟ الناس سامعاني؟ سامعينك اه، سامعينك يا دكتور، صوتك واضح. طيب حد عايز يسأل حاجة ولا نستكمل؟ اتفضل يا دكتور. طيب برضه نفس المنطق، في حاجة اسمها الايه الديفرنشيتور، اللي هو الديفرنشيتور ده برضو اللي انا عملت ايه، حطيت الكاباسنس بدل ما كانت في الفيدباك حطيتها في الانبوت. اوكي، العلاقه بتاعتي عباره عن ايه؟ العلاقه بقت بالديفرنشيشن بدل ما هي انتجريشن. عملنا الكلام ده ازاي؟ قلنا ان ايه، احنا عارفين ان الاي بتاعتي يعني ده هنا تقريبا بزيرو، الاي هتساوي ايه، سي في دي في باي دي تي، صح؟ طيب ال V بتاعتنا هي ايه؟ هي ال input، يبقى C في DV input by DT. طيب واحنا عارفين ان ايه، ان 0 minus V output على R1 اللي هو current ده بيساوي هي current، يبقى بالتالي V output بيساوي ايه؟ بيساوي minus R1 C1 في DV input by DT. اوكي، دي بطريقة الايه، differentiation.
بنفس الطريقه اللي هي لو انا عايز اشوفها بالقصه الامبيدنس، احنا قلنا ان هي بتساوي ايه الفي اوت على الفي اموت، هي ماينس الامبيدنس دي على دي. طب الامبيدنس دي بكام؟ بار واحد، والامبيدنس دي عباره عن ايه؟ بواحد على اس سي. لما اجي احط الكلام ده هنا يديني برضو العلاقه ايه بالشكل ده. فالعلاقه دي او العلاقه دي الاثنين حاجه واحده، تمام؟ عشان بس الناس ما تتلخبطش. ماشي شباب؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى ندخل برضو الاكزامبل اللي كنا مدخلين عندنا ايه؟ عندنا ستيب بالشكل ده، تمام؟ الفي انبوت بتاعته توصل لتي بي وبعد كده ترد الفي اوت، الاوت هيبقى عامل ازاي؟ الحته دي بس عايزه تركيز مع بعض، يعني ايه عشان ايه نفهم هنا. زي ما قلنا ان ايه لو احنا ايديال اوب امب هنا ايه زيرو برضو. اوكي طيب لما انا اعمل ستيب على الناحيه دي عن التيرمينال دي بالفاليو دي، الكباسيتور مش هيقدر ايه يرسبوند بشكل ايه مباشر، صح؟ فبالتالي ايه لازم ايه الفولت بتاعه اللي هنا ده ينقله لهنا. طب هنا متثبت عند زيرو، فتلاقي ان هو ينقل عند هنا بالايه بالفاليو العكسيه، فبالتالي يحصل ايه؟ كان حصل فيه سبايك، ان انا فضلت الفولت، فالكرنت بقى فيه سبايك كده بالشكل ده، ده اي سي واحد. فبالتالي اول ما يطلع سبايك ده هيخلي الفي اوت ينزل بسبايك نتيجه الريزستور الموجوده دي. اوكي واضحه الحته دي ولا لا؟ احنا فهنا ان الايه الكرنت بتاعي هو تفاضل الفولت، تمام؟ فلما يحصل فيه ستيب في الفولت، الستيب ده هيطلع لي سبايك في الكرنت مره واحده، هتمشي في ار 1 هتبقى تطلع، والفولت بتاع النقطه دي ثابت عند زيرو، يبقى الفي اوت هو اللي هينزل بالفاليو بتاعت السبايك دي. اوكي رجع تاني بعد كده هنا عملنا سبايك بالعكس، فبالتالي الكرنت هيبقى ايه سبايك بالعكس بالشكل ده، يدي الفي اوت سبايك بالشكل ده. اوكي في مشكله في الموضوع ده؟ انا مش فاهم يا دكتور. طيب ماشي يا عم، انت معلش يعني حاسس ان انت ايه يعني ايه جبت اخرك معايا. بص يا سيدي، احنا متفق معايا ان احنا الدايره دي الكرنت علاقته من هنا هو تفاضل الفولت ولا لا؟ تمام. ماشي طيب حلو، هنا الفولت طلع من ايه من زيرو لفي 1، تفاضل الستيب دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن دلتا. مش خدت الحكايه دي ولا لا قبل كده؟ معدل التغير حاجه كانت بصفر طلعت مره واحده عند واحد، فالمعدل التغير بتاعي عالي قوي، مظبوط؟ تمام. ماشي حلو، فكرنت حصل ايه نتيجه الترانزيشن ده؟ حصل كرنت كبير قوي مره واحده، معايا ولا لا؟ تمام. طيب الكرنت ده مشي اللي هو اي انبوت، هيمشي في الريزيستور ده فيعمل نفس الدروب على الفي، على الفي اوت، يعني الفي اوت هيبقى ايه بروبورشنال للكرنت ده، بس النقطه اللي هي الاكس دي متثبته عند الصفر، فاللي يحصل ايه ان الفي هو اللي هيقل. ما دام انت عندك كرنت ماشي في ريزيستور لازم دي تبقى البلس ودي الماينس. ايوه صح. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل نتيجه السبايك دي الفي اوت هتنزل بسبايك زيها، معايا؟ ايوه تمام. في مشكله في الكلام ده؟ لا تمام. يجي لغايه ما نوصل للسبايك اللي بعد كده، السبايك دي هيحصل فيه تغير بالعكس، فبعد ما كان الكرنت ماشي بالشكل ده هيمشي بالشكل العكسي، مظبوط؟ مظبوط. طيب وبرده سبايك، السبايك ده هيخلي الكرنت هيمشي ده بالبلس وده الماينس، يبتدي يحصل فيه ايه سبايك بس بالعكس في الفي، في الايه في الفي اوت. ايوه تمام يا دكتور، وصلت. ماشي وصلت كده؟ تمام. السبايك دي بنسميها ايه عشان بس ما نقولش سبايك كده، بنسميها حاجه اسمها دلتا، اللي هي رمزها بالشكل ده دلتا اوف تي.
اوكي. فعشان اقول بدل ايه ما اقول ماينس في اوت في سبايك، لا بقول ماينس في اوت بتساوي ايه بالعلاقه دي. اوكي دي بنسمي دي بنسميها دلتا او دلتا دراك يعني. طيب ايه الفرق ما بين الدائره دي والدائره بتاعه الايه بتاعه الديفرنشيتور او اللي هو الار سي بالشكل ده؟ اوكي هنلاقي ان احنا ايه زي ما شفنا من شويه ان لما يحصل في ستيب كده الفي اوت نتيجه ان انا مثبت الزيرو فولت هنا بيبقى ايه بالسبيك بالشكل ده. لكن في حاله هنا الفي ام الفي 1 هنلاقي ان السبايك بتاعتي ايه بتطلع فوق نتيجه ان الفي ام بتروح هنا وبعد كده بتنزل الكباسور بياخد كل الفولت فتلاقي ايه بالديكاي بالشكل ده اللي هي الار سي العاديه خالص. بس ده بسبيل الايه في شكل الايه في شكل الهاي باس فلتر او الهاي الهاي باس فورم يعني. حد عنده مشكله في الحكايه دي؟ ودكتور احنا معلش اتفضل. هو احنا بنقارن كل مره على الار سي عشان مثلا حاجه معينه عشان عشان حاجه معينه او احنا بنقارن الار سي ان احنا عندنا ار سي برضو. يعني انا عايز اوضح لك فايده الاوب ام يعني ان انا بدل ما كنت احط ار سي بس لو انا عايز اعمل انتجريشن فالاوب ام الار سي اللي انا كنت ساعات بحطها ما بتعملش انتجريشن زي ما بحط الاوب ام. بعمل يا اما بيبقى قرب الايديال كيس فبالتالي بيعمل بيور انتجريشن او ان هو بيعمل نوع من انواع الايه كاني عملت ملتيبليكيشن للسي ده بفاكتور 1 بلس ايه فبالتالي ممكن يعني ايه يخليني اقرب للايه للايديال كيس اللي هي بتاعه الانتجريتور ده في حاله الانتجريتور. هنا نفس القصه هنا لو انا بصيت هو انهي اقرب انتجريشن ده لده ولا ده لده يعني كستيب الانتجريشن بتاع اللي فوق اقرب سوري الديفرنشيشن بتاع اللي فوق اقرب يعني ده مش ديفرنشيشن تمام. فبالتالي قدرت اعمل ايه حاجه قريب من بيور ديفرنشيتور حقيقي. عشان كده انا بقارن بالكلام ده. لو انتوا فاكرين اول محاضره خالص لما انا كنت بتكلم ان هو احد الفوائد الاساسيه كانت بتاعه الاوبريشن امبليفاير ان انا اعمل بي ديفرنشيتور وانتجريتورز عشان احل بي ديفرنشال ايكويشنز. فاحنا عايزين نعمل ايه دايما بنبص على هل هو ينفع يستخدمه كديفرنشيتور او انتجريتور ولا لا. وضحت الحكايه دي ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب برضو بنفس طريقه لما احنا بصينا الايفكت بتاع الفاينايت جين هنلاقي لو احنا طبقناها هنلاقي ان ايه الديفرنشيتور بيبقى لوسي ديفرنشيتور بالشكل ده. هنلاقي ان العلاقه بتاعتي بقت مور كومبلكس يعني بمعنى ان بدل ما كان عندي زيروز بس لا بيبقى عندي بول كمان عند الاي نوت زائد واحد على ار سي تمام. وفي نفس الوقت برضو بيبقى كأن ده كأن ان انا الريزيستور بتاعتي حصل لها ريدكشن باي فاكتور اوف ايه اوف واحد بلس ايه نوت. ازاي نعمل الكلام ده؟ هتلاقي ان احنا بنعمله زي ما بنعمل برضو عملنا العلاقة اللي قبل كده بتاعت الجين لو انت انترست فيها. لو حد عنده مشكلة ممكن يجرب ويرجع لي لو مش عارف يثبتها يعني. طبعا علينا ان احنا نعرف نثبتها علينا ان احنا نعرف نثبتها. اوكي دكتور بعد اذنك اتفضل. في السلايد اللي قبل السلايد دي حضرتك معلش بس حضرتك ممكن ترجع لها. ايوه هنا بقى هو حضرتك هنا بحدد ان هي استعمله از ديفرنشيتور لما يكون الفاليو بتاعه الار سي مالتيبلايد مع بعضيهم تبقى قليله. انت بتتكلم على الار سي بس؟ انا بتكلم عن حدد ازاي انا استعمل اسمه السيركت دي از ديفرنشيتور او استعملها زي هاي باس فلتر امتى يعني ايه اللي بيحددها؟ هي السيركت دي تنفع دايما هاي باس فلتر بس تنفع انت ديفرنشيتور في حاله ان انا يبقى عندي جين كبير زي الاوب او استخدم اوب امب بالشكل ده
يعني الدائره دي عباره عن هاي باس فلتر زي ما انت قلت بالظبط. لكن لو انا في عندي كونديشن ان الار بتاعتي في كونديشن على الار معينه ان هي الار تبقى صغيره تمام، ممكن الموضوع ده يقول ان هو يبقى ديفرنشيتور او يقرب من ايديال ديفرنشيتور، او ان انا استبدل الار سي العاديه بدايره اوب امب بالشكل ده يبقى كانه قربت للديفرنشيتور. جاوبتك ولا لا؟ تمام يا دكتور، تمام. نقول الحته دي تاني عشان واضح ان هي فيها لخبطه عندكم شويه. احنا نستخدم الاوبريشن امبليفاير عشان نقدر نعمل بالانتجريتور او ديفرنشيتور. الانتجريتور ده يتميز عن اللوباس فلتر عن ان اللوباس فلتر البول بتاعته عند اس ايكوال تو زيرو، تمام؟ يعني كان النقاط فريكوانسي عند الايه عند الاف ايكوال تو زيرو، فده الانتجريتور لو انت عايز تقارنه باللوباس فلتر. وفي نفس الوقت بنقدر نعمل ديفرنشيتور. ديفرنشيتور ده زي كانه زي الهاي باس فلتر، تمام؟ ده بنقارنه بالايه بالار سي بتاعتها، الار سي اللي هي بالشكل اللي احنا عندنا شايفينه دلوقتي اللي هو ايه الار الفي اوت على الار يعني. واضح ولا في مشكله؟ وضحت يا دكتور، وضحت. تمام طيب. هنا اللوسي ديفرنشيتور زي ما قلنا ان هو نتيجه ان في فاينايت جين بقى عندي نوع من انواع الايه اللوسز. اللوسز دي معناها تترجم لايه؟ تترجم يعني كان البول بتاعي بدل ما كان ما عنديش بولز خالص بقى عندي بول عند الفاليو دي اللي هي ماينس اي نوت زائد 1 على ار 1 سي 1، او كاني بقيت زي الار سي دي كاني ايكويفالنت لار سي عاديه بس الار بتاعتي الار اكس دي عباره عن الايه الار 1 مضروبه على مقسومه على 1 بلس اي نوت، كان الجيم بتاعي قال ايه 1 زائد اي نوت. اوكي طيب، عايز اسال اتفضل. وانا ممكن اعمل امبلمنت الديفرنشيتور او انتجريتور ما يعملش انفرتنج؟ لسه السؤال ده لسه كنت هاجي دلوقتي فيه، تمام؟ يعني لسه السلايد الجايه دي الباشمهندس يمكن ايه سبقني شويه ولاحظ حاجه ان سواء هنا او في اي واحده منها كانت في دايما في اشاره ماينس، يعني دايما في ماينس بالشكل ده. طيب قال لك لو انا عايز اعمل ايه من غير اشاره هل ينفع مثلا زي ما عملت استخدمت النون انفرتنج امبليفاير ان انا اعمل كونفيجريشن بالشكل ده بحيث ان هي تعمل لي ايديال انتجريتور من غير نيجاتيف او ايديال ديفرنشيتور من غير نيجاتيف؟ مش ده سؤالك؟ ده سؤالي. طيب هنلاقي الاتي، لو انا عملت الدايره بالشكل ده هنلاقي ان الاوتبوت بتاعي عباره عن 1 زائد 1 على زائد 2، ده مش هيديني ايديال انتجريتور او ايديال ديفرنشيتور من غير ما يبقى في عندي انفرتد انفرجن ما بين الاوتبوت والانبوت، بمعنى ان ما ينفعش بسنجل ستيج اعمل ايديال انتجريتور او ايديال ديفرنشيتور. طيب ازاي نعمله بقى؟ احط انفرتنج امبليفاير بعديه بجين زيرو بجين واحد بالظبط. لازم تستخدم تو ستيجز، يعني اول حاجه تعمل النيجاتيف ده وبعد كده تقلبه بانفرتنج امبليفاير عادي. اوكي فانت ده طبيعي تيبيكال ان انت تحتاج ان انت ايه تحط لو انت عايز نون انفرجن لازم تحط تو ستيجز، ستيج تعمل الانتجريشن او الديفرنشيشن وبعد كده ستيج تانية تعمل ايه انفيرجن. ده مين اللي جاوب ده؟ ايوه تمام. اسمك ايه؟ احمد علاء. ماشي يا احمد. اوكي فاحمد جاوب على السؤال اللي احنا بنسأله ان هو لو احنا عايزين ايديال انتجريتور من غير اي انفيرجن في الحاله دي لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل انتجريشن وبعد كده نعديه على ايه على انفرتنج امبليفاير بحيث الجيم بتاعه بواحد بحيث ان هو ايه يرجع
الانفيرجن اللي حصل ده اللي هي الماينس ساين بتاعه. اوكي طيب لو احنا عايزين اخر كابليكيشن كلينير ابليكيشن، لو احنا عايزين نعمل احد الابليكيشن، انا عايز اعمل ادر. اوكي يعني ايه ادر؟ يعني عايز اجمع كذا فولت مع بعضه، يعني في 1 وفي 2 عايز اجمعهم. فانا بقدر ان انا اعمل الكلام ده لو احنا طبقنا السوبر بوزيشن، هنلاقي ان احنا نقدر نقول ان الفي اوتبوت بتاعنا عباره عن ايه، ماينس ار اف في في 1 على ار 1 نتيجه الايه الناحيه دي، وزائد في 2 على ار 2. لو ار 1 بتساوي ار 2 بالشكل ده، هنلاقي ان احنا بنقول ان الفي اوتبوت بتاعنا بيساوي ماينس ار اف على ار في في 1 بلس في 2. اوكي فده احد الحاجات اللي ممكن نعملها، ان احنا نجمع 2 فولتج بفاكتورز مختلفه تعتمد على حسب الار 1 والار 2. يعني ممكن ده بنسميها حتى سمر سيركت، يعني ان تجمع 2 فولتجز مع بعض بشكل او اخر، بحيث ان احنا الاول بتاعي يبقى مجموع 2 فولتجز دول. في اي سؤال في الحته دي دكتور؟ هو مش المفروض في 1 على ار 2 وفي 2 على ار 1؟ من الرسم انت صح، في 1 على ار 2 وفي في 1 على ار 2 وفي 2 على ار 1. معلش هنا في تايب هنا. شكرا جزيلا. اسمك ايه بقى؟ اسمي رامي. ازيك يا رامي؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ حاسس انت تعلم مني من الصبح مش عارف ليه، بس مش مشكلة. لا والله ده بس النت قطع كذا مرة فانا متضايق بس. ماشي تمام، فخلينا اصلح دي. اوكي وقلنا لو هو ار 1 بيساوي ار 2 يبقى ده دايركت اديشن بين الاثنين. لو هو كنت عايز اعمل ويتد اديشن، يعني ان انا اخلي في 1 وفي 2 اجمعهم بفاكتورز مختلفه، بستخدم الار 1 وار 2 يبقوا مختلفين بشكل او اخر. ماشي طيب احنا ممكن ناخد ريست كده 10 دقايق ربع ساعه ونرجع تاني، ايه رايكم؟ يا ريت يا دكتور. نرجع على كام؟ يعني دلوقتي الساعه 10:46 دقيقه، ترجعوا نرجع على كام؟ 11 حلو قوي يا دكتور. طيب نرجع ل 11 ومش هنطول، يعني هنقعد نص ساعه كده وبعد كده يعني نص ساعه ساعه ربع بالكتير يعني. ان شاء الله. طيب خلاص تمام يا شباب.
طيب السلام عليكم يا شباب، نستكمل إن شاء الله. يا شباب معايا؟ ايه تمام يا دكتور. طيب لو لاحظنا في الدوائر اللي فاتت كلها احنا كنا بنتكلم على حاجة اسمها linear circuits. يعني ايه linear circuits؟ يعني نستخدم linear components العلاقة لحد ما linear مع علاقة الكرنت بالفولت بشكل او اخر. في الكام دايرة اللي باقيين دول هنبتدي ندخل حبة دوائر شوية، حبة components يمكن مش linear، يعني زي الدايودز زي الترانزستور بشكل او اخر، ونشوف ايه الفوائد لحاجة زي كده. من اول الدوائر اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي لما ندخل الدايود بتاعي بالشكل ده. يعني لو احنا بنتكلم هنا الدايود بتاعنا ايه اللي حصل؟ ان انا حطيت دايود في الفيدباك مكان الريزيستور، تمام، بالكونفيجريشن دي، تمام. فدي اول حاجه نلاحظها عندنا في الدايره دي. تاني حاجه فين الاوتبوت؟ احنا كنا قبل كده كنا بنحطه عند النقطه دي، صح؟ لا، احنا سمينا الاوتبوت بالايه، بالنقطه اللي هي اكس دي، اوكي. طيب تعال نشوف الدايره دي بتبيهيف ازاي. طبعا احنا عندنا في الدايود ده ممكن يكون اون، نراجع على الموضوع ده، اون امتى؟ لما الفي واي يبقى اكتر من الفي اوتبوت، او الفي اوتبوت يبقى اقل من الواي، مظبوط. وي اوف لما يكون العكس، ان الفي اوتبوت اكبر من الواي بشكل او اخر. طيب تعالى نفترض ان الانبوت بتاعنا في الاول بيبتدي من زيرو، يعني من النقطه دي مثلا، خلاص، وهيبتدي يعني. فطبعا هنا الاوتبوت زيرو تقريبا، النقطه دي بزيرو. اول ما يبتدي يعلى، يعني النقطه دي برضه تبقى بزيرو، الدايود انا اعتبر ان هو في الحته دي، هنفترض ان هو كان اوف. طيب اول ما الانبوت يبتدي يزيد حاجه صغيره، ايه اللي هيحصل؟ الانبوت ده اول ما يبتدي يزيد حاجة، يعني بحيث ان يبقى في 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 فولتج دروب ما بين النقطتين دول، هيحصل ايه للواي؟ لو انتوا فاكرين ان الجين بتاعنا كان عالي، فالفي اوتبوت بتاعي هيطلع على طول ايه، بفاليو كبيره قوي، تمام، ان هو الجين كبير، فالفولت بتاع النقطه دي هيعلى جامد قوي، صح؟ لما فولت بتاع النقطه دي يعلى جامد قوي يحصل ايه؟ يحصل ان ايه، الانود بتاع الدايود يبقى شغال، يبقى الدايود بتاعي هيبتدي يبقى كونكتد، يبقى انا ممكن افترض ان الدايره بتاعتي عامله بالشكل ده، عامله الشكل ده. الكلام ده هيستمر طول ما الفي انبوت اعلى من الصفر. طيب الدايره دي لو انتوا فاكرين الدايره دي بتقول ايه، ان الاوتبوت هو الانبوت، فهتلاقي ان يحصل ايه، ان النقطه دي هي النقطه دي، وبالتالي ان الاوتبوت بتاعي هيتراك الانبوت بتاعي بالظبط طول ما الايه، ما الانبوت بتاعي اكبر من الزيرو. في مشكله لغايه دلوقتي؟ اكمل. طيب اول ما الانبوت بتاعي، سامعيني يا شباب ولا في مشكله في الصوت؟ سامعين حضرتك. اول ما الانبوت بتاعي يبتدي ينزل تحت الزيرو، ايه اللي هيحصل؟ زي ما احنا شايفين الانبوت بتاعي هينزل تحت الزيرو، فالفي اوتبوت بتاعي هيبتدي ايه، الواي هيبتدي يبقى ايه، هنا ده قرب الزيرو، يبتدي يسويتش، يبقى بدل ما هو كان هاي هيبتدي يبقى ايه، ينزل لو. طب لما يبقى لو ايه اللي هيحصل؟ تمام، اللي هيحصل ان الايه، ان الدايره بتاعتي هتبقى عباره عن ايه، عن كان ده اوبن سيركت، يعني كان الدايره بتاعتي عباره عن كده، ادي الفي اوتبوت وادي الفي انبوت وادي ار 1 وهنا ده الفي اوت اللي احنا قلنا عليه، اوكي. فالدايره كان الدايود مش موجود، فساعتها ايه اللي يحصل؟ الفي اوتبوت بتاعي هل في كارنت بيمشي فيه؟ يعني في كارنت هيمشي في الريزيست دي، من هنا الاي بصفر، فالفي اوتبوت بتاعي هينزل لزيرو، فهتلاقي ان ايه، بقى في المنطقه دي الايه، الاوتبوت بتاعي بزيرو، اوكي.
هيستمر الكلام ده لغاية ما يرجع تاني الايه الفي انبوت يعلى فوق الزيرو، يبتدي الدايود يشتغل. طيب ليه ده شكله لو احنا بصينا ده دايرة ريكتيفاير، طب ليه سمينا الدايرة دي بريسيشن ريكتيفاير مش ريكتيفاير برضو؟ لو انتوا فاكرين في دايرة الريكتيفاير العادية كان ان لازم اعلى عن حاجة اسمها في جاما، يعني لازم الانبوت بتاعي يبقى اعلى من في جاما عشان يحصل فيه ان انا ايه ابتدي يحصل تيرنينج اون للدايود. يعني لو انا بتكلم عن دايرة الدايود العادية اللي هي مثلا كانت بتبقى كده، يعني ده الريكتيفاير عادي، ده الفي انبوت وده الفي اوتبوت، هنلاقي ان كان ايه، هنلاقي لو احنا بنرسم الويف فورم بتاعتنا ان لو ده الانبوت هنلاقي الاوتبوت لو احنا هنجيب مثلا بلون تاني هنلاقي ان هو كان بيبقى عامل ازاي، بيستنى كده شوية وبعد كده يطلع وبعد كده ينزل هنا ويمشي كده، كان في بيستنى شوية قبل ما الفولت يعلى عن في جاما عشان الدايود يبقى تيرن اون. فحاجة زي كده كان بيعمل ديستورشن للسيجنال بتاعتي بشكل او اخر. لكن البريسيشن اكتيفاير ميزته ان هو اول ما الفولت بتاعي الفي انبوت بتاعي يعلى عن الزيرو، الاوب امب نتيجة الجين العالي قوي بتاعه بيخلي الاوت بتاعي يعلى بسرعة قوي، كأنه يروح للناحية التانية، يروح للفي سي سي. تمام، فلما يروح للفي سي سي يترن الايه الدايود على طول، يعني يعمل تيرنينج اون للدايود على طول بدل ما كان بايه بيمشي سلولي كده مع الايه مع الـ مع الفي ام. هل واضح الكلام ده ولا في مشكلة؟ يعني يا دكتور، هو السبب ان مفيش بقى التغير ده عشان هو حاجة صغيرة جدا مش باينة خالص في سبب الامبليفيكيشن. لو انتوا فاكرين الدايود، لو انتوا الدايود اللي كان اخدتوه مع الدكتور ان هو كان بيمشي كده، ففي في مرحله كده ايه بيبقى كارنت، يعني لو ده الفي انبوت وده الكارنت صح، فكان بيمشي كده في المنطقه دي، فكنا بنعتبر ان هو اون من اول في جاما صح. تمام. فانا لو انا الانبوت اللي على الدايود ده هو الانبوت بتاعي، طول ما هو اقل من في جاما الكرنت مفيش تقريبا، فبالتالي الاوتبوت بتاعي هيبقى بزيرو. لكن بالكونفيجريشن دي اول ما الفي انبوت يدوبك يعلى عن الزيرو الاوب امب هيسويتش بالجين العالي بتاعه ويطلع لي الاوتبوت عند الفي سي سي تقريبا. تمام، فبالتالي الدايود هيترن اون على طول، يعني ده ترن اون على طول، يبقى ده شغال على طول. كان يعني ده كان زيرو، يعني في كان ده زيرو لما هو ده اوف، والانود بتاع الدايود هيطلع لفي دي دي او في سي سي، فبالتالي هيترن اون الدايود على طول، فبالتالي يحصل فيه اكزاكت تراكنج او بريسايز تراكنج للانبوت في حاله الايه الاون. عشان كده انا سميناه بريسيشن ريكتيفاير. وضحت المعنى ده ولا لا؟ دكتور، اتفضل. في الرسمه الثانيه اللي هو الجزء النيجاتيف ده، يعني ده جه ازاي او ايه اللي حصل؟ انت قصدك على الرسم انت اللي هي دي مش كده، اللي هي الفي الرسمه واي. اللي هي الفي واي. ايوه. طيب هنا في المنطقه دي انت معايا فيها ولا لا؟ هو تمام. ايه هيتراك؟ طيب اللي هيحصل ايه، ان اول ما الفولت نزل عن الزيرو، الفولت نزل مره واحده الدايل هيتيرن اوف. اوكي تمام، هيقفل على طول. فهتلاقي ايه، هتلاقي ان الترانزستور ده، سوري مش ترانزستور، الاوب امب بقى الفولت هنا النيجاتيف اعلى من البوزيتيف. طب يعمل ايه؟ يدي جين بالعكس، هيدي جين، فبدل ما يروح لفي سي سي يروح لايه، لماينس في اي، فتلاقيه ينزل تحت كده. تمام ماشي، لغايه ما تبتدي الفي ام بتزيد تاني ويقلب البولاريتي، فيبتدي يروح الناحيه التانيه والدايره دي تبقى ايه هي الاقرب لايه للصوره. اوكي تمام يا دكتور، شكرا. فميزه الاوب امب في الحقيقه ان الجين العالي بتاعه سهل واسرع الترانزيشن. تمام، فبدل ما كان الترانزيشن بيمشي جراديوالي ويبتدي تيرنينج اوف وتيرنينج اون، لا هو بايه بيسرع الترانزيشن بشكل كبير.
وبيخلي الاوتبوت بيتراك الانبوت في البوست اوف سايكل تماما بشكل كبير. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا على لو احنا عايزين بيبقى ايه بشكل بقى الانفرتنج بوزيشن امبليفاير يعني ياخد النيجاتيف، هنلاقي ان الدائره بتاعتي دي بتبقى هي اللي احنا بنتعامل معاها، والاوتبوت بتاعي هو اللي هيبقى النقطه دي، يعني ده يعتبر الايه الفي اوت. هو ده الفي اوت ماشي. فتلاقي ان ايه بنفس الطريقه هنلاقي ان هو طول ما هو اون هنلاقي ان ايه ان التيرمينال دي نيجاتيف، التيرمينال دي نيجاتيف، فالاوتبوت بتاعي اللي هو الفي واي بتاعي هيبقى ايه بوزيتيف، يعني ده اون فده انفرتنج امبليفاير، فتلاقي ايه الفاليو هنا نيجاتيف. اوكي اول ما يقلب يبقى ده العكس، يبقى ده بوزيتيف، يعني ده يعني البولاريتي دي تتقلب، فبالتالي ايه اللي يحصل ايه ان فرق الجهد ده يخلي الترانزستور تخلي الدايود يترن ايه يبقى كانه الاوتبوت هو الانبوت يعني. تمام. فبيخلي ايه الانفرجن بالشكل يحصل بالشكل ده يعني. هل في مشكله في الكلام ده؟ دكتور معلش اتفضل. ماشي اتفضل يسأل اللي كان يسأل. اتفضل يسأل. البي على الاكس مش مفروض هنا اصلا زيرو؟ امتى تبقى بزيرو؟ لا انا بسألك امتى تبقى بزيرو؟ لو الانود بزيرو؟ لو الدايود ده شغال اون صح؟ الدايود اون فين؟ في المنطقة دي؟ صح ولا غلط؟ يعني لما يكون الـ VM بتاعي بوستف بالشكل ده هتخلي الدايود ده اون، فيبقى ساعتها يبقى الدايرة بتاعتي تقول ان هي عبارة عن ريزيستور وأوب أمب في فيدباك بالشكل ده صح؟ بس ساعتها ايه دي هيحصل في اللي هو الفيرتشوال جراوند، يبقى دي بزيرو صح ولا غلط؟ ده في حاله الايه الاون، بس ساعتها الفي اكس هو بيساوي الايه الفي واي بيساوي الايه الجراوند بالشكل ده صح. طيب لو حصل ان في انبوت بقى نيجاتيف ايه اللي هيحصل؟ الدايود ده هيبقى اوف، الدايود ده هيبقى اوف، يبقى علاقه الاوتبوت بالانبوت ملهاش دعوه، كان الاوب امب ده شغال لوحده، يبقى ساعتها ايه والانبوت امبيدنس بتاعتي بانفينيتي، يبقى الدايره بتاعتي هتبقى عباره عن ايه في انبوت في ار والكرنت بصفر، يبقى النقطه دي هي ايه هي الفي انبوت صح، يعني لو كرنت بصفر مفيش دروب على الريزستور يبقى دي في انبوت برضه. واضح انا عايز اقول ايه ولا لا؟ عشان نتخيل الموضوع تعال نحط دايره الاون اوكي ونشوف الدايره تبقى عامله ازاي ودايره الاوف تبقى عامله ازاي، وبيزد عليها نشوف الاوتبوت في الحاله دي تبقى عامله ازاي والاوتبوت في الحاله دي تبقى عامله ازاي، ونشوف الكونديشن بتاعنا امتى تبقى اون وامتى تبقى اوف. معايا ولا في مشكلة؟ شباب دكتور ايوه على السلام زيرو دكتور. ايوه رامي ها معلش دكتور انا عندي سؤال، هو انا كنت عايز بس اسال هو الدايرة دي مش دايرة لينيرايزيشن؟ لا طب احنا خدناها في الكنترول بنفس الشكل بالظبط وكانت دايره لينيرايزيشن مش ريكتيفيكيشن. طيب ممكن توريها لي ونبقى نشوفها عشان انا دي مش دايره لينيرايزيشن. لا ممكن ابعت حضرتك الصوره برايفت مسج يعني لو عايز. مفيش مشاكل.
طب خلاص ماشي يا دكتور. هنتكلم عن النيوراليزيشن دلوقتي بس اصبر بس شويه عليه. خلاص ماشي يا دكتور شكرا. خلاص اوكي. هي ترتب انا بتكلم يعني ايه الفيدباك كلمه انت عامله ازاي. اوكي بس احنا فهمنا الشكل ده الاول ولا قبل ما نخش؟ بس هو هل مفهوم يا رامي ولا في مشكله؟ لا تمام الدكتور فاهم. تمام تمام. طيب دكتور لو سمحت هو ليه لما كان بوزيتيف الفي كانت بزيرو الفي اكس كانت بزيرو وليه لما بقى نيجاتيف خدت النيجاتيف 4؟ طيب ممكن نعمل ايه؟ نعمل سلايد كده ثاني كده نشوف طيب. احنا تعالى نرسم الدائره اللي كانت موجوده خلاص ونشوف ايه حاله منها. خلاص ادي الدائره بتاعتي اهي وادي الدايود ماشي اوكي. طيب هنا ده الفي انبوت بتاعتي. هنا عملنا اول تغيير سميت دي في واي وسميت دي هي دي الفي اوت بتاعتي تمام. او ده اللي اوت اللي انا هاخده ماشي. في مشكله معاكي ولا لا لغايه دلوقتي؟ لا تمام تمام. طيب لو الفي انبوت بتاعي في اول هاف سايكل بتاعتي بالشكل ده هناخد المنطقه دي اللي هي المرحله دي ماشي. ايه اللي بيحصل؟ الفي انبوت هنا اكبر من زيرو الاوتبوت ده الدايود بتاعي الانود بتاعه اون فالدايره بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ الدايره بتاعتي هتبقى عامله بالشكل ده يعني معلش هي يعني انت الحته دي مشكله في صح صح ولا غلط؟ ايوه دكتور صح ايوه صح ماشي المايك مقفول ماشي. وهنا الدايره دي دايره هنلاقي ان بما ان احنا كنا معلش هو عندي مشكله في الحته دي. لا تماما انا فاهمه السيركت يعني فاهمه شكلها تمام. فبقت النقطه دي الفي اوت هي الاوب امب نتيجه ان في فيدباك والجين بتاعي عالي قوي فبالتالي خلى الفرق ما بين النيجاتيف والبوزيتيف زيرو وساعتها الفي اوت بتاعي بزيرو صح؟ متفق معايا ولا لا؟ ثواني يعني علشان في جين فخلى الاوت بزيرو خلى الفرق ما بين الماينس والبلس قليل قوي فبالتالي بفرق منهم ما فيش حاجة وانا حاطط على البلس جراوند فالماينس بقت ايه؟ جراوند برضو مظبوط؟ هي عشان بس انا اقولك المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انا غيرت مكان الفي اوبوت اللي احنا كنا عندنا قبل كده خلاص؟ فتتلخبط ممكن يبقى فيه لخبطة في كده. فلو انا ببص على الاوبوت بتاعي السيجنال بتاعتي تمام؟ عايز ارسمها مثلا هتبقى ايه؟ هتبقى كده طول ما هو اون. ليه؟ ان الاوتبوت بتاعي هو النقطه دي والنقطه دي وصلت النقطه اللي بعد الريزيستنس. الاوتبوت بتاعي هي النقطه دي انا باخد الاوتبوت بتاعي سوري باخد الاوتبوت من النقطه دي سوري يعني الاوتبوت بتاع النقطه دي وهنا ده جراوند وده بيساوي ده فبالتالي انا بقيت اخد النقطه دي والبلس هو بقى زي الماينس صح ولا غلط؟ ايوه صح. فبقى الايه الاول بتاعي بزيرو تمام معايا ولا لا؟ اه مع حضرتك في اول هاف سايكل. طيب لما الفي انبوت يقلب الدايود هتبقى اوف الدايود هيبقى اوف يبقى الدايره بتاعتي تبقى عامله زي كده 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 في اوت مظبوط ماشي.
طيب وادي الفي اوت بتاعي. اول حاجه الفي اوت بتاعي هي ايه؟ هيروح لايه؟ سوري الفي او ده اللي هي النقطه دي هتروح لهاي. ليه؟ ان ده بقى ايه نيجاتيف، يعني احنا ايه في السايكل اللي هي الجزء الثاني من السايكل اللي هو نديله مثلا لون ايه احمر، فاحنا بنتكلم على ايه المنطقه دي. فهنا ده نيجاتيف، النيجاتيف ده هيطلع لي الاوتبوت بتاعي هيبقى ايه ده انفرتنج امبليفاير، فالاوتبوت بتاعي هيبقى هاي. مش مشكله، مش هي دي المشكله بتاعتي. طيب هنا في كارنت داخل هنا اي ايكوال تو زيرو، مفيش كارنت، احنا الانبوت امبيدنس تقريبا بايه بالانفينيتي بتاعت الباب، مظبوط. طيب يبقى النقطه دي علاقتها ايه بالفي انبوت؟ النقطه دي بتساوي الفي انبوت بالظبط. بقت الايه النقطه دي اللي هي اللي احنا قلنا بقت في انبوت. طب الاي في انبوت بايه؟ بنيجاتيف. يبقى انا هتطلع لي الاوتبوت بتاعي لو هو كان لونه ازرق هيبقى ايه؟ نيجاتيف بالشكل ده. شكرا يا دكتور. تمام، شكرا. وضحت؟ اه يا دكتور شكرا. دكتور معلش معلش رجع السلايد تاني معلش. هو ليه ال في واي واخد الشكل ده؟ ال في واي ليه ال في واي واخد الشكل ده؟ طيب لما كانت ده بزيرو زيرو زيرو والانبوت بتاعي ايه؟ الانبوت بتاعي هنا بيزيد، يعني الانبوت هنا هاي، فايه اللي بيحصل؟ وده اون، فده انفرتنج امبليفاير، فهيروح للايه؟ للفي اي، هيروح للفاليو دي. ولما انعكس ده بقى نيجاتيف، الانبوت ده نيجاتيف، فبالتالي ده انفرتنج امبليفاير، فهيروح لايه؟ للفي سي سي، فهيروح للايه؟ للفاليو اللي فوق دي. تمام فهمت يا دكتور شكرا. اوكي طب هي ليها دكتور يونت ستيب كده يعني ليه عامله سكور ويف في اليو اي؟ ان هو بيسويتش ما بين يعني جين عالي قوي فبيسويتش، اول ما يشوف الانبوت بتاعه اتقلب بيقلب على طول. يعني يعني اعتبر هنا لما اجي اطلع الفي اوتبوت هنا في الحاله دي اللي هو في البريسيشن ريكتيفاير في اي حاجه يعني فأي نوع منها ان هي على طول بتطلع ستيب فانكشن في الاوتبوت يعني لا تعتمد انت يعني معلش البرسيشن امبليفاير عشان البرسيشن ريكتيفاير لو هو بالكونفيجريشن ده هتاخد الانبوت من هنا والاوتبوت من هنا ده الاوتبوت بتاعك اوكي اه عكس هنا هنا الانبوت بتاعك من هنا والاوتبوت من هنا واضح تمام طب هو الاشكال اللي هي دي بس اللي موجوده علينا فيش مسائل مختلفه ولا عشان خلصنا ما خلصناش لسه لا تمام عليك. تمام يا دكتور خد راحتك خد راحتك طيب طيب لو انا حطيت بدل الدايود حاجه تانية يعني نتخيل ان انا حطيت بي جي تي تمام بالشكل ده اوكي طيب الدائره دي بنسميها حاجه اسمها لوغاريتميك امبليفاير وهنعرف ليه بنسميها حاجه زي كده طيب تعال نبص تعال نشوف الدائره دي الفي اوت هنا بكام يعني لو انا بصيت لو بصيت على الترانزستور ده الفي اوت عباره عن كام مش الفي اوت بيساوي ماينس في بي اي مظبوط طيب دي اول حاجه طيب الكرنت ده مش هو اللي هيمشي هنا طيب الكرنت ده لو قلنا ان ده اسمه اي الاي ده هيساوي ايه هيساوي في انبوت على ار واحد طب ده بيساوي ايه بالنسبه للترانزستور الاي سي الاي سي فده هو الاي سي بتاع ترانزستور طيب مش احنا عارفين ان في علاقه ما بين الاي سي والفي بي اي عارفينها ولا لا بتاعه الاكسبوننشال ان الاي سي بيساوي اي اس
في اي اس في بي اي على في تي صح او في ماينس احتمال يبقى في سوري في ماينس اه مظبوط مظبوط. طيب يعني الفي بي اي ممكن اجيبها اخد اللوج بتاع العلاقه دي يبقى الفي بي اي بتاعتي بتساوي ايه بتساوي الكلام ده يعني الفي بي اي هتساوي في تي في لين اي سي على اي اس صح صح ولا لا؟ اه مظبوط. في نقص في ماينس في نقص في نيجاتيف اوكي. طيب الاي سي ده تعال نعوض بقى هو اعتقد العلاقه ما فيهاش نيجاتيف يعني العلاقه دي ما فيهاش نيجاتيف فالفي بي اي بيساوي ايه ماينس في اوت والاي سي بيساوي ايه في انبوت على ار واحد مضروبه في اي اس. فلو بصينا على العلاقه دي اللي هي اللي احنا وصلنا لها في الاخر اللي هي دي العلاقه دي بتقول ايه ان العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت علاقه لوغاريتميك اوكي. يعني ايه لوغاريتميك؟ يعني العلاقه ايه في اوتبوت بيساوي حاجه في لين الانبوت. طيب انا استفاد بحاجه زي كده ازاي؟ يعني ده سؤال مهم. يعني هو في الحقيقه ان انا استفاد بيها لو انا عندي مثلا اديكم مثلا تسمعوا عن حاجه اسمها سيمستر. حد سمع عن حاجه اسمها سيمستر قبل كده؟ اه يا دكتور خدناها في الكنترول. اه السيمستر ده عباره عن ايه؟ لو وصل درجه حراره معينه كان هيفتح حاجه زي كده. لا هو عباره عن ريزيستور الريزيستنس بتاعته بتتغير مع التمبريتشر اوكي. الريزيستور عباره عن ريزيستنس الريزيستنس بتاعتها بتتغير مع التمبريتشر. بس هي بتتغير ازاي؟ في الحقيقه ان بتتغير الار دي هتلاقيها تتناسب مع اي اس تي تقريبا تمام. يعني اي تغير صغير في التمبريتشر يديني تغير كبير في الريزيستنس ودي حاجه كويسه. طيب لو انا عملت كارنت لو عملت فولت يتناسب مع الريزيستور ده هنلاقي ان الفولت يتناسب مع اي اس تي صح. يعني التمبريتشر لما تتغير الفولت يتغير اكسبوننشال معاها. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز احط في الكومبوننتس بتاعتي ككنترول زي ما انتوا خدتوا حاجه تتناسب للتي يعني احط لينير كومبوننت. فانا محتاج اعمل نوع من انواع اللينيرايزيشن. يعني ايه لينيرايزيشن؟ يعني عايز الاوتبوت او الفولت بتاعي يتناسب مع التي. فبالتالي الجا لدايره زي كده. دايره زي دي بحاول يعني لو انا نفترض مثلا ان الفي انبوت بتاعتي ده بدل ما كانت قيمه ثابته بقت تتناسب مع اي اس تي يبقى ساعتها الاي لين اي اس تي بكام؟ ب تي. فساعتها الفي اوتبوت هتلاقي ان هو بيتناسب مع التي. فكأن عملت نوع من انواع اللينيرايزيشن للدائره بتاعتي او للسيستم بتاعي. يعني بدل ما كانت التمبريتشر تتناسب اكسبوننشال مع الريزيستور او فولت يتكون لا بقت تتناسب مع الفولت بتاع الاوتبوت. واضح الحته دي ولا لا؟ واضح يا دكتور. تمام. فالكلام ده انا استفدت بايه؟ ان انا حطيت الايه الترانزستور في الفيدباك زي ما احنا شايفين كده. طب هل ممكن اعمل اكسبوننشال امبليفاير او انتي لوج امبليفاير؟ لو عكسنا البي جي تي
طيب انا هسيبكم تفكروا شويه والمره الجايه اللي يوصل الاجابه يبقى قول لي يعني. تمام اوكي. فلو احنا عايزين انتي لوك امبليفاير نعمله ازاي؟ ماشي. طيب فخلينا نفتكر السؤال ده للمرة الجاية، الناس تفكر فيه تدور عليه وترد عليا. طيب برضو ابليكيشن تانية، لو انا بدل ما احط بي جي تي حطيت موسف ترانزستور، فبنفس الطريقة العلاقة ما بين الكارنت والفولت بتاع الموسف كانت علاقة كوادراتيك، يعني الاي كان بيساوي في الساتوريشن بيساوي عبارة عن ايه كي في في جي اس مانا في ثريشولد اور سكوير، لو انتم فاكرين حيث كده ثابت يعني. تمام. فبنفس الطريقه ممكن نعمل ايه، نفس نعمل الكلام ده، هنلاقي ان علاقه الفي اوتبوت بالفي انبوت ممكن تبقى علاقه سكوير روت بالشكل ده. طبعا دي ممكن تعمل نوع من انواع اللينيزيشن لو كان الفي انبوت مثلا يتناسب مع حاجه سكوير مثلا، فبالتالي هتلاقي ان الفي اوتبوت بتاعي بقى يتناسب مع الحاجه دايركتلي. تمام. هل في مشكله في الكلام ده؟ ها شباب. هو دكتور معلش، هو انا دلوقتي لو في يعني من ضمن الرسومات دي انا مثلا مش فاهم الدرايف بتاع الايكويشن بتاعها، هل ممكن احفظ الرسمه ولا القانون ولا حاجه مثلا هتدينا القوانين ولا لا؟ انا يعني قانون ممكن انا هديهولك لو بتاع بكرة، ممكن اسالك في الرسمه في تعمل ديريفيشن يعني. طب يعني مثلا في حاجه مثلا زي دي مثلا احنا خدناش الديريفيشن بتاعها، فيعني ما خدتش ديريفيشن بس تعرف تعمله يعني اديك مثلا تعمله ازاي يعني. يعني بنفس الطريقه زي ما عملناها المره اللي فاتت، قلنا ان الفي اوت بتاعي هتساوي عباره عن ايه، بيساوي ايه ماينس في جي اس، صح؟ تمام. طيب وانت عارف ان الكرنت، لو احنا برضو بنفس الطريقه الكرنت ده هو الكرنت ده، فالاي هو عباره عن ايه في انبوت على وهو هو بيساوي ثابت اللي هو الميو ان في سي اوكس اللي هي في دبليو على ال. تمام. فاكر الكلام ده في في جي اس ماينس في ثريشولد. تمام. خلاص هتعوض بالفي جي اس هنا بالفي اوتبوت وتعوض هنا بالفي انبوت وتاخد السكوير روت هتجيب العلاقه دي. ايوه تمام. يعني ستريت فورورد يعني ما فيهاش حاجه. ايوه تمام. شكرا. يعني انا متعمد في بعض الاحيان ان انا يعني ما يعني ايه ما اعملش كل الدريفيشن ليك، وان كان الدريفيشن سهل يعني. تمام. ليه؟ عشان انت تحاول تشتغل بنفسك وتحاول تفهم. ان انت لما تروح وتعمل دريفيشن هتبتدي تفكر في الدايره، لو في حاجه مش مفهومه هتحاول تفهمها، لو في عندك سؤال ممكن تسال مره جايه مفيش مشكله يعني. فده الهدف يعني. تمام. مش هدف ان انا صعب عليكم يعني، بس هو الحاجات دي يعني انا شايف ان هي ستريت فورورد يعني، ما فيهاش حاجه صعبه يعني. ولو في حاجه انتوا حسيتوا ان فيها مشكله ممكن ترجعوا نشوف الموضوع ده تاني بشكل او اخر يعني. اوكي. طيب احنا هنتوقف هنا، بس قبل ما نتوقف ونخلص المحاضره في كذا حاجه كده بس هطلب المفروض يعني نراجع عليها. احنا اتكلمنا الاول على الاوب ام، اتكلمنا على ليه احنا لجأنا للاوبريشن امبليفاير كفايده ان انا استخدم انتجريت سيركت وبالتالي اماسك الكومبلكسيتي اللي ممكن تكون في الدوائر بشكل او اخر، وابني بشكل اكثر هيراركي يعني ايه، ابني دوائر على دوائر بعد كده بدل ما كنت اعمل ديزاين من الاول فروم سكراتش. اتكلمنا على كونسبت الايديال اوب امب وقلنا ان هو بيتميز باربع حاجات، ان الجين بانفينيتي، ان الانبوت امبيدنس بانفينيتي، الاوتبوت امبيدنس بزيرو، الباندويث بتاعه انفينيت او جين ما بيعتمدش على الفريكوانسي. وقلنا استفدنا من الكلام ده بمفهوم ما يسمى بالفيرتشوال شورت ما بين البلس والماينس، وبيزد على الكلام ده عملنا ديريفيشن لتو امبليفايرز اللي هو الانفيرتنج والنون انفيرتنج امبليفاير، وعملنا ديريفيشن في حالة الايديال كيس، وقلنا لو في عندي فاينايت جين خدناه في اعتبارنا كخطوة اولى لان انا اشوف البراكتيكال اوب امب، وجبنا اكسبريشن ازاي الاكسبريشن بتاعت الانفيرتنج والنون انفيرتنج هيبقى ديفييتد،
ودينا اكزامبل ازاي نعمل ديزاين بيزد على الكلام ده. لو انا كديزاين مقصود بيه ان انا بختار الكومبوننتس بتاعتي، فقلنا ازاي نختار الاوبن لوب جين. طبعا تعرضنا لمفهوم الاوبن لوب جين وكلوز لوب جين وقلنا الفرق بينهم ايه. وقلنا بعد كده لما نيجي نحط، بدل ما نحط ريزيستور نحط كاباستورز او كده، فده هيعمل لي دايره انتجريتور او ديفرنشيتور على حسب مكان الكاباستور مقارنه بالريزيستور ازاي. واتكلمنا ان ده بيعمل لي حاجه اسمها ايديال انتجريتور او ايديال ديفرنشيتور، بالذات لو احنا بنتكلم على ايديال اوب امب. وقلنا ان لو حصل في بعض الكونديشن او بقى في عندي فاينايت جين، الايديال انتجريتور او ديفرنشيتور ده بيبقى فيه مور لوسي، بيبقى يقرب بشكل كبير من الار والسي العاديه. وقلنا ان الجين تقريبا هيبقى بكام بيتناسب معاه، فالفاليوز دي كويس ان احنا نعرفها. وبعد كده قلنا طبعا لو عايزين نبص على نون لينير سيركتس شويه يبقى لازم نحط نون لينير ديفايسز، فحطينا دايود وعملنا حاجه اسمها بريسيشن ريكتيفاير. و قبل ما نعمل الكلام ده برضو اتكلمنا على دايره الادر، ازاي نعمل اديشن لتو نمبرز. وبعد كده اتكلمنا على دايره الدوائر النون لينير اللي هي زي البريسيشن ريكتيفاير او اللوجاريتميك امبليفاير او السكوير روت امبليفاير. وطلبت منكم ان انتوا تبصوا على الانتي لوج هيبقى عامل ازاي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه يمكن انا ما قلتهاش في النص بس يعني احب ان انتوا تدوروا عليها، لو انا عايز اعمل عايز اعمل فولتج ادر بس يبقى نون انفرتنج نعمل ايه؟ هل في وسيله بدل ما استخدم ستيج ثانيه ان انا اعمل نون انفرتنج فولتج امبليفاير فولتج ادر؟ فده السؤال الثاني ان انا احب الناس تدور كده عليه وترجع لي المره الجايه ان شاء الله. اوكي. طبعا انتم متعودين على نظام دكتور هشام ان يبقى في كويز يوم الجمعه بيزد على المحاضره. هدف الكويز ده ان احنا نقيس لمدى فهمكم لل الكونتنت. طبعا هنمشي بنفس الطريقه على ال ام اس، هيبقى في يعني كل كالكوليتد كويشنز يعني بحيث ان انتوا تحسبوا وتشوفوا ويبقى الارقام مختلفه من واحد للتاني، بحيث ان هي از ا كايند اوف فيدباك ليكم ويساعدكم ان انتوا تذاكروا بشكل او اخر قبل المحاضره اللي بعديها. في اي سؤال؟ دكتور، هو المفروض الاسئله او اللي احنا نحتاجه نطلع بيه من المحاضره دي حاجه اكتر من القوانين؟ يعني هل شرح كل الاوب امبس دي هنحتاج ان احنا نبقى عارفينه بالتفاصيل غير ان احنا نبقى فاهمينه؟ اي حاجه لو قلتها انت المفروض تكون عارفها تكون تطلع بيها. يعني انا مش برضو يعني ان انا احدد ازاي تستخدمها، ممكن يكون في حاجه اسمها شيت المفروض هنزله تتحل يعني بشكل او اخر. الكلام ده زي ما انا قلت يمكن ان هو ده اللي فيه تكست بوك اللي هو الرزافي، والمحاضرات دي كان دكتور سامح كنت انا يعني بيزد على المحاضرات بتاعته كان في كورس تاني يعني. فانتوا ممكن ترجعوا للتكست بوك ده برضو لو انتوا عايزين تقروا الكلام ده مره تانية بشكل اخر هترجعوا له. لكن الماتيريال علينا كلها يعني برضو سؤالك مش واضح بالنسبه لي قوي، قد اكون جاوبته او لا يعني. ف انا اقصد يعني اكمل الامتحان المفروض هيبقى ام سي كيو يعني، والله اعلم برضو. بالمناسبه ممكن يعني ممكن اسالك في حاجات كتير، ممكن اقول لك ده صح ولا غلط، يعني الديريفيشن ده صح ولا غلط، الايكويشن دي صح ولا غلط. فانت محتاج ان انت تعمل ديريفيشن ليه. يعني انا ممكن اقول لك الدائره دي، اقول لي الفورمولا اللي اقوم بيها دي ولا دي ولا دي، فانت تعمل ايه؟ يعني يا اما تكون حافظها او هتعمل لها ديريفيشن. صح، مش ممكن اعمل كده. جاوبتك ولا ما جاوبتكش؟ تمام. يعني انا شايف ان احنا نحاول ان احنا نظبط فهمنا على حسب الامتحان، ده مش افضل حاجه يعني. لكن ممكن ساعه الموضوع ده الامتحان ممكن نبقى نفصل فيه شويه المره الجايه ان شاء الله، او يعني ساعه الامتحان. دكتور، هو الكويز يوم الجمعة MCQ صح؟ بيبقى MCQ أو calculated questions.
تمام. وبرضه الفاينل في جزء حضرتك ام سي كيو، هيبقى ام سي كيو او برضه كالكوليتد كويشنز برضه بنفس الطريقه. تمام تمام ماشي، زي دكتور هشام يعني لحد كبير يعني، مش هنحاول نديفييت يعني. تمام ماشي، شكرا دكتور. شكرا دكتور. معلش، هو في اخر امبليفايرز احنا خدناها، هو دي ايديال صح؟ المره الجايه يعني المحاضرات بالنسبه يعني ايه فيها بنتكلم على الافكتس الاخرى اللي هي زي الايه، زي الاوفست، زي فاينايت انبوت امبيدنس، الحاجات دي كلها هنتكلم عنها المره الجايه. تمام. احنا بس خدنا افكت واحد بس بيديفيت عن الايدياليزم، اللي هو ان يبقى في عندي فاينايت جين. جاوبتك؟ تمام. طبعا انا بحط سلايد زي ما اللي هي بتاعت المحاضره دي والمحاضره الجايه يعني، بس الفاينل ده انا زي مثلا لان كان في ايرور موجود عندي، فانا ايه حطيته اصلحه وبعد كده اعمل لها بوستنج على ال ام اس يعني كانها فاينل يعني. اوكي، في اي سؤال تاني يا شباب؟ جزيلا ليكم، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم.